طيب، السلام عليكم. احنا هنبدأ المحاضرة الرابعة في سلسلة دالي تميزك للدراسات العليا للماجستير والدكتوراه في الخارج. والنهاردة المحاضرة هتكون عن تجهيز وتقديم الاستمارات. المشاركين في المحاضرة هم دكتور محمد نديل ودكتورة رحاب المغربي ودكتور أحمد البنا ودكتور عمرو عيسوي. دكتور محمد نبيل حصل على بكالوريوس وماجستير من جامعة القاهرة، وحصل على الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا في 2012، وحاليا بيشتغل في شركة باينانس في سيليكون فالي كاليفورنيا. ودكتور إيهاب المغربي حصل على الدكتوراه في هندسة البترول من جامعة إمبريال كوليدج في المملكة المتحدة، وحاليا هي مدرس في جامعة قناة السويس كلية هندسة البترول والتعدين قسم هندسة تكرير البترول والبتروكيماويات. ودكتور أحمد البنا حصل على بكالوريوس الماجستير من جامعة القاهرة في الهندسة المدنية، على الدكتوراه من كالتك في أمريكا، وحاليا هو أستاذ مساعد في قسم الهندسة المدنية والبيئة في جامعة إلينوي في الولايات المتحدة. ودكتور عمرو عيسوي على وشك إنهاء الدكتوراه إن شاء الله في جامعة ستانفورد، هو بكالوريوس وماجستير من جامعة القاهرة، وبيشتغل في الأبحاث بتاعته في مجال الأوبتكس الضوئيات النانومترية بالعربي. وإن شاء الله هيكونوا موجودين برضو في البانل لإجابة الأسئلة بتاعتكم. بس قبل ما نبدأ المحاضرة عايزين بس نتأكد إن التشات يا جماعة هنستخدمه للتفاعل مع المحاضرة. أي حد عنده سؤال بخصوص المحتوى العلمي للمحاضرة أثناء المحاضرة أو بعد، يا ريت يتأكد إن هو بيكتبه في الـ Q&A chat اللي هو تحت الشات مباشرة. المفروض أي حاجة ليها علاقة بالصوت ممكن إن أنتوا تعملوها setting من الـ Communicate menu اللي هي فوق عندكم، وممكن طبعا تزودوا الصوت لو الصوت بتاعنا أو بتاع المحاضرين مش واضح. شكرا، وممكن اتفضلوا قدام الدكتور محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي محمد نبيل. إن شاء الله النهاردة المحاضرة الرابعة من سلسلة المحاضرات عن إزاي نقدم الماجستير والدكتوراه. فالنهاردة هنتكلم عن إزاي ممكن تحضر الحاجات والأوراق المطلوبة عشان تقدم للجامعات المختلفة، وإزاي تبعت الأوراق ديت للجامعات، وإيه الخطوات المطلوبة. فدي أول جزء هتبقى النهاردة، إن شاء الله في استكمال ليها الأسبوع الجاي. طيب، فإحنا أول حاجة هنتكلم عليها إن شاء الله إيه اللي هي الأبلكيشن بروسيس أصلا، وإيه الأوراق المطلوبة. فعادة الحاجات المطلوبة إن أنت تبقى تحضر الترانسكريبتس اللي هي الشهادات بتاعتك، وايه الجي بي اي. هنتكلم عن تفاصيل كل حاجه من الحاجات دي بعدين، مجرد بس ان احنا نتكلم. الجي بي اي ده بيبقى زي التقدير، سواء امتياز او جيد جدا او كده. وبعد كده في امتحانات بتحتاج تاخدها، ففي امتحانات انجلش زي توفل والايلتس، وفي بيبقى امتحان تاني اللي هو الجي اي والجي مات. فدي بتبقى امتحان في ماث وامتحان انجلش في نفس الوقت. بعد كده عادة بيطلب حاجة اسمها statement of purpose، وهي بتبقى يعني انت ليه اصلا عايز تقدم. recommendation letters دي بتبقى جوابات، او ان في دكاترة بتريكومند بتقول ان انت عشان بتعمل research كويس، وان هم بينصحوا ان هو يعني ان هو الدكتور او اي حد يشتغل معاك. وطبعا الريزومي بتاعتك، ولو عندك بقى اي اوورد او اي عندك ريسيرش اكسبيرينس قبل كده بتبقى محتاجها برضو. واخر حاجه طبعا في الابلكيشن بروسيس يعني ان انت، وعموما يعني انت بتختار الادفايزر، ودي من احد خطوات رحله البحث يعني الماجستير والدكتوراه، فبرضه هنتكلم عن انت بتختار ادفايزر وبتختار نقطه بحثيه يعني وفندنج للمشروع. هنتكلم على الحاجات دي، بس انا حبيت ان انا اعيد ترتيبها بالاهميه، وده يعني الكلام يعني ده وجهه نظري. وفي نفس الوقت انا في حاجات كتير كنت مستعين ب كانت في ملف كده دكتوره في جامعه كارنيجي ميلون
كانت كاتباه، فهي برضو من يعني من حد ما في حاجات كتير مطابقة للي هي بتقوله. تمام. طيب، فلو قعدنا الترتيب بقى بالأهمية، فهي أول حاجة مهمة طبعا مين الأدفايزر اللي أنت هتشتغل معاه، وإيه المشروع اللي أنت هتشتغل عليه، والفند، لأن طبعا مصاريف الدكتوراه كتيرة جدا، لأن أنت بتقعد 5 سنين ويمكن أكتر، فسواء في أمريكا أو كندا أو أوروبا، فأنت بتبقى محتاج فند. تاني حاجة مهمة، إن أنت لو عندك أي ريسيرش اكسبيرينس بتفرق جدا في الابلكيشن بتاعتك، بالذات لو كانت ليها علاقة بالحاجات اللي أنت عايز تشتغل فيها دلوقتي. يعني الحاجات اللي أنت عايز تكمل فيها في الدكتوراه أو تشتغل فيها في الدكتوراه، لو أنت أوريدي عندك فيها اكسبيرينس، دي بتفرق جدا في الابلكيشن. تالت حاجة هي الستيتمنت اوف بيربس اللي أنت بتكتبها، دي هنتكلم عليها بالتفصيل لاحقا إن شاء الله. ورابع حاجة الريكومنديشن ليتر اللي هي الدكاترة بتكتبها عنك. وطبعا الترانسكريبتس بتاعتك، شهاداتك وتقديراتك مهمة، بس زي ما انتم شايفين ما هياش أهم حاجة، مهمة بس دي حاجات تانية أهم منها. الريزم بتاعتك برضو مهمة، السكور بتاعك في الإنجلش، التويفل عادة، عشان احنا يعني لو انت رايح بلد اللغة بتاعتها إنجلش سواء إنجلترا أو أمريكا أو كندا، يبقى مهم عندهم جدا إن انت الإنجلش بتاعك يكون كويس، فده بيبقى أهم من الامتحان التاني اللي هو الجي آر إي. في امتحان شبه الجي او اي كده اسمه جيمات، بس ده عادة للناس اللي هي بتبقى بتقدم في بزنس سكول. انا الصراحة مش عارف اهميته بالظبط، ترتيبها فين، فعشان كده ما رضيتش اتكلم، بس اعتقد ان هو اهم، او يعني على الاقل هيكون يعني ممكن يكون اهم من التوفل، بس يعني انا مش متاكد منه. فهو كان في ندوة امبارح، واحنا ان شاء الله حاطين يعني عاملين ريفيرنج ليها، فهم اتكلموا امبارح بالتفصيل عن الحاجات ديت، فتقدروا ترجعوا لها ان شاء الله. طيب، فانت لما بتقدم في الاول الابلكيشن بروسيس، اللي بيحصل ان هو بيبقى فيه شويه فلترنج كده في الاول، على حسب عاده يعني، لو الجي بي اي لو تقديرك قليل جدا والنمر بتاعتك في التويفل وحشه جدا والجي بي اي وحشه جدا، الحاجات دي ساعات بتتفلتر من الاول. بس بعد كده بقى بيبدا في دكاتره كذا دكتور بيبداوا يبصوا على الابلكيشن بتاعتك، ومنها بيبداوا يقرروا هل انت انسان يعني يقدروا يقبلوك في البروجرام ولا لا. هو كل زي ما قلنا يعني كل التشيك ليست اللي ذكرناها لاحقا دي مهمه، بس اكيد يعني تاني اهم حاجه هي الريسيرش اكسبيرينس بتاعتك. والحاجه التانيه اللي حبيت الفت النظر، ان انت لما تيجي تطلب من حد ريكومنديشن ليتر، يعني يستحسن تكون حد عارفه كويس وعارف ان هو هيشكر فيك، لان هو لو بقى يعني ذمك او يعني ما شكرش فيك، دي حاجه ممكن تدمر الابلكيشن بتاعك. هو يقول لك الريكومنديشن ليتر يعني it can kill you لو هي وحشة، ولو كلهم كويسين يعني مش هو ده اللي هيدخلك البروجرام، بس لو recommendation letter وحش ده ممكن يخليهم ما يقبلوش. طيب، هنبدأ نتكلم على أول حاجة اللي هي الترانسكريبتس والجي بي. طيب، الترانسكريبتس دي اللي هي الشهادة بتاعتك، شهادة التخرج، بيبقى فيها إيه الكورسات اللي أنت أخدتها وايه التقدير اللي انت جبته في كل كورس فيه. في حاجه اسمها جريد بوينت افريج اللي هو الجي بي اي، وده بتبقى طريقه للحساب زي كده الامتياز، هو اقصى حاجه ان انت تجيب 4.0. تمام، فهو يستحسن ان انت يكون الجي بي اي بتاعك اكتر من 3.5، وهنتكلم عن بالتفصيل 3.5 دي يعني تقريبا ايه بالظبط، هي امتياز ولا جيد جدا ولا. ومش معنى ان انت جايب جي بي اي 4.0 4.0 ده يعني انت جايب امتياز على طول ومقفل يعني كل حاجه، عمرك ما قلت عن امتياز يعني. ده لوحده مش معناه ان انت هتتقبل في احسن الجامعات، لا، لان في حاجات تانية مهمه. يعني ممكن يبقى واحد عنده ريسيرش اكسبيرينس والجي بي اي بتاعه اقل منك، يقبلوه وما يقبلكش. فالجي بي اي لوحده مهم، بس مش هو اهم حاجه زي ما قلنا قبل كده. الحاجه التانية، لو انت عايز تقدم لدكتوراه ما عندكش ريسيرش اكسبيرينس والجي بي اي بتاعك مش كويس، ومش كويس ده معناه ان هو اقل من 3، وده تاني ده راي الدكتوره اللي هي كانت حاطه كانت بتتكلم عن موضوع انك تقدم ده، هي عندها خبره كانت شغاله في الكوميتي بتاعت جامعه كارنيجي ميلون وبتاعت ام اي تي وبتاعت يو سي بيركلي، فهي لحد كبير عندها خبره في جامعات مختلفه
عن ان هم يقبلوا الطلبه. فهي كاتبه يعني لو الجي بي بتاعك اقل من 3 وما عندكش تيست اكسبيرينس، وهي بتنصح ان انت قدم على ماجستير الاول، هتعمل شويه ريسيرش في الماجستير وهتحاول تحسن الجي بي بتاعك، وبعدها تقدم تاني او بعدها تقدم للدكتوراه. ومن اول هنا ان شاء الله دكتوره رحاب هي هتتكلم عن الموضوع الديجريز والجي بي اي وازاي علاقته عندنا بامتياز وجيد جدا. فلو نخلي دكتوره رحاب هي البريزنتر. السلام عليكم. انا بس كنت حابه اضيف بس حاجه صغيره على الموضوع الترانسكريبت والسيرتيفيكيت، ان في فرق ما بين الترانسكريبت والسيرتيفيكيت، ان هو بيطلب الاثنين منك. فالسيرتيفيكيت دي بس يعني شهاده التخرج بتاعتك، هي اسمها سيرتيفيكيت، ان انت بتاخد فيها اللي هي تبقى اسمك وان انت اتندد الديبارتمنت ده في اليونيفرستي دي لسنه التخرج بتاعتك كده، وبتدي بيبقى محطوط فيها المجموع التراكمي بتاعك بالبيرسنت لو انت في الجامعات المصريه يعني، والجريد ما اكسلنت فيري جود وات ايفر يعني. تمام. الترانسكريبت بقى دي برضك شهاده درجات، بيسميها شهاده درجات او تقديرات، دي بيبقى محطوط كل سنه يعني تفاصيل. لو انت مثلا هندسه 5 سنين، فتفاصيل كل سنه انت درست ايه في كل سنه، والتقدير بتاعك كان كام في الماده دي. هيبقى عندك كده خريطه باللي انت درسته بتقديراته بالبيرسون بتاعتها، ودي الترانسكريبت هي اللي بتساعدنا ان احنا نحسب الجي بي اي. يعني لو انت مش نظام الجي بي اي، فبالاستعانه بالشهاده التقديرات دي انت ممكن تحاول تحسب الجي بي اي بتاعك. طيب، ولو انت نظام الساعات المعتمده اللي هو فيها جي بي اي هنا، فبيبقى حاطط لك خريطه كده زي الجدول ده كده، بيقول لك ان الجي بي اي ده بتاعك بيكافئ بوينت قد ايه ونسبه قد ايه، بيبقى معمول موجوده ده في الترانسكريبت. المهم، طيب هنبدا بقى بالنسبه للمقارنه ما بين، انا دلوقتي عاوز شهادتي في مصر بالبيرسون، عاوز اشوفها هي في امريكا هتبقى عامله ازاي. فدي الجريد اللي موجوده في امريكا، هو بيبقى الجي بي اي بيتحسب بالاي، A minus B plus B B minus C plus وهكذا. تمام، كل جريد ليه بوينتس مكافأة. يعني ال A هي 4.00، ال A minus 3.70 وساعات بتبقى 3.67 حسب برضك، هو بيبقى متغير شوية. ال B plus بيبقى 3.30 أو 3.33، ساعات في النص بيحطوا 3.5، يعني ساعات بيمشوا 4 3.5 3 2.5 يعني، بس هو في الغالب المتعارف عليه هو الجزء ده. تمام، طب المكافئ بقى ليه؟ يعني انا دلوقتي اوكي تمام، A 4.0 يعني ايه ده مكافئة لإيه في مصر؟ ده مكافئة لجريد اكسلنت. الاكسلنت اللي هي نسبتها كام؟ من 85 ل 100%. تمام، وهكذا. فيري جود مثلا لو انت جايب ده بتنطبق سيان على ماده في ماده بماده، ولا او التقدير التراكمي، التقدير العام بتاعك. فمثلا لو احنا نقول التقدير التراكمي بتاعك كان 65% مثلا، ف65% فهتيجي يعني جود، هتلاقي جود 65%، هندخل على هنا 65%. طب هو مكافئ لقد ايه جي بي؟ هو مكافئ ل 2.70 اللي هي بي ماينس. تمام، فلما يقول لك مثلا في الجامعه مطلوب منك، الجامعه ما بتقبلش اقل من الثلاثه، فيعني الثلاثه يعني دي اللي هتلاقي في السكيل اللي قدامها، يعني المفروض تقديرك ما يقلش عن 70% اللي هو في الجيد. مش هي مش بز... يعني ساعات برضك ممكن تتغير شويه تتشافت النسب. فهقول لك كمثال، اديك اكزامبل كده، ده برنامج موجود عندنا في مصر بيحسب بيطلع الناتج بتاعته بالكريدت اور. يعني هو مش هو نظام معمول نظام كريدت اور في الجامعات المصريه، هو حاطط السكيل بتاعه سكيل مختلف. يعني ايه؟ حاطط النسب بتاعته ان الايه الأربعة هي أكتر من 93%، يعني لو جبت أكتر من 93% هتاخد 4 الجي بي إيه بتاعك. ال 88 ل 93% ده تاخد A ماينس اللي هي 3.70، وهنلاقيه مختلف عن هنا. وبالتالي عشان كده في الشهادة بتاعتك لازم يكون متوضح هو إيه السكيل اللي بتستخدمه، فلازم دي بيكون موجود، ده بيترفق بالشهادة. برضه بالنسبه لليو كي، هو نظام السيستم بتاعها مختلف عن النظام الامريكي اللي هو الجي بي اي. طب لو انت هتدرس في امريكا، في انجلترا، صعب بيقول لك اللي هو ايه، انا عاوز فيرست كلاس اونر.
طب فيرست كلاس ده يعني ايه؟ فيرست كلاس هنلاقي هنا دي تحويله، بنحول من نظام بريتش لنظام يو اس اي، والايكوفالنت بتاعه المصري. فلو انت جايب اكسلنس من 85% ل 100%، ده معناه ان انت جايب فيرست كلاس. لو انت جايب ال 75% اقل من 85%، معنى كده ان انت ابر سكند. فبالتالي الجامعات لما تقول لك انت ابر سكند، يعني انا عاوز تقديرك بتاعتك، التقدير التراكمي بتاعك لازم يكون اعلى من يعني 75% او اعلى. تمام، ده بالنسبه للاندر جراديت. بالنسبه للبوست جراديت هم بيصنفوا لهم ديستنكشن وميريت وباس وفيل، وده من 70% ل 100%، من 60 ل 69، من 50 ل 59، ومن 0 ل 49 لو فيل. طيب انا دلوقتي عايز احسب، اعرف الجي بي اي بيتحسب ازاي. يعني دلوقتي لو انا عندي الجي بي اي بتاعي مش موجود في الترانسكريبت بتاعتي، الترانسكريبت بتاعتي بيرسنت، الشهادات التقديرات بتاعتي بالنسب، عايز احسب الجي بي اي بتاعي هيبقى عامل ازاي. كل اللي انت عليك ان انت هتستخدم الجدول اللي فات ده. لو انت هتحسب الجي بي اي هتستخدم الجدول ده. ماشي، هنفرض احنا هنا فرض ان احنا هناخد 3 مواد، يعني هنعمل اكزامبل كده، هنحاول نحسب الجي بي اي بتاع 3 مواد. هناخد الثلاث مواد بتاعتنا اكس وواي وزد، هناخد السبجكت بتاعتي اكس وواي وزد. انا قلت ان انت جايب تقديرات، المفروض ان انت تكون بقى جبت تقديرات 70% و60% و87%، ده تقديرك في الماده، درجاتك في الماده اهلتك للنسبه قد كده. فكتبتها في الجدول 70% و60% و87%. لو دخلت تلاقي 70% هي جود، 60% هي باس، و87% هي اكس. هاجي بقى واخد دول، هشوف ال 70% دي، هروح على الجدول بتاع اليو اس اي، هلاقي ان ال 70% ده هدخل هنا هلاقي فين البوينت بتاعته قد ايه؟ هتلاقي بوينت 3. هرجع واكتبها. تمام؟ بعد كده ال 60% هروح لجدول تاني، 60% هي 2.30، هرجع واكتبها. تمام؟ وهكذا ب 87% هنلاقيها فوق. خلاص خدنا كده، حولتها، انا كده حولت من نسبه لبوينت. ماشي، لسه ما حسبتش الجي بي اي. مطلوب ايه؟ يبقى مطلوب، يبقى اول حاجه عشان تحول النسبه بتاعتك لكل ماده من جي بي اي من بيرسنت لجي بي اي، اول حاجه تقديرك في الماده، انت جايب كام في الميه في الماده دي مهمه. تاني حاجه عدد الساعات اللي انت درستها، نمبر اوف كريدت او الاستادي اور، عدد الكريدت اور او عدد الساعات المعتمده اللي انت درستها. وغالبا دي في الاسبوع، يعني بتبقى الماده بتاعتك ثلاث ساعات، يعني الماده ده فرضي، والمفروض ان انت بتبقى بتعرف من شؤون الطلاب او من او بتكون مكتوبه عندك، او في ساعات دليل الطالب كده بيبقى مكتوب فيه عدد الساعات الدراسيه بتاعت كل ماده قد ايه. فالماده دي مهم جدا ان انا اعرف، مثلا الماده الاكس انا فرضت ان هي 3 ساعات، دي ساعتين، دي 3 ساعات. في الغالب المواد اللي هو الانجليزي مثلا، العلوم الانسانيه بتبقى خفيفه، بتبقى ساعتين، يعني بيبقى اتحطت لها ويت ساعتين. المواد اللي هي التخصصيه بتبقى في الغالب 3 ساعات، مواد فيزياء، كيمياء، ميكانيكا مثلا، يعني ايا كان كيميكال انجينيرنج، وليكن الماده حسب تخصصك بتبقى 3 ساعات. والمشروع بياخد 4 ساعات، ده في النظام الكريدت اول انا شفته يعني هنا في مصر. ففي الغالب ان هو بيبقى الرينج بتاعك من 2 ساعات ل 3 والمشروع 4. هعمل ايه بقى لما اعرف عدد الساعات؟ هعمل ايه؟ هضرب البوينت بتاع كل ماده في عدد الساعات بتاعتها، يعني 3.00 هضربها في 3 هتديني 9. تمام، يبقى ده الجي بي اي بتاع او توتال بوينت بتاع الماده دي. بردك الماده الثانيه 2 × 2.3 هديني 4.6. وبرضك بالنسبه للماده الزد 3 في ال 4 في ال 4 هديني 12. ماشي خلاص كده انا جبت التوتال بوينتس. الخطوه اللي بعد كده خطوه رقم 4، هنحسب التوتال بوينتس لكل الثلاث مواد. هنقول ايه؟ 9 + 4.60 + 12 هيديني 25.6 points، اللي هي ايكوال تو دي بتساوي التوتال بوينتس. التوتال بوينتس بتاع كل السبجكت، يعني انت لو مش درست ثلاث مواد، لو انت درست بقى في الترم مثلا درست 7 مواد، فهتعمل كده لكل ماده في الترم. لو انت عاوز تجيب الجي بي اي بتاعك في الترم الواحد، تمام، فهتعمل كده، تعمل الجدول ده برضه بس 7 مواد، وتشتغل نفس النظام كده، وبعد كده التوتال بوينتس في الاخر تجمعها، طلعت التوتال بوينتس بتاعت المواد السبعه اللي انا او في الحاله دي الثلاثه. تعالى كده هنعمل ايه؟ كالكوليت التوتال نمبر اوف كريدت اورز
التوتال نمبر اوف كريديت اورز الثلاث مواد في الحاله بتاعتي ثلاث مواد. لو انت بقى مثلا الترم بتاعك 7 مواد انت بتحملها للسبعه، فبتقول ايه 3 بلس 2 بلس 3 هتديني 8 كريديت اورز، ماشي؟ يبقى ده التوتال كريديت اورز. عشان اجيب بقى الكوميوليتيف جي بي اي بتاعي باخد التوتال بوينتس واقسمها على التوتال كريديت اورز، يعني هاخد 25.60 واقسمها على 8 هتديني 3.2، يبقى هو ده الكوميوليتيف جي بي اي بتاعك. طيب لو انت عاوز بقى لو انت عاوز تحسبها بنفسك ممكن تجرب الطريقه اللي انا قلتها دي، وممكن برضك تشوف الويب سايت ده هو بيحسب الجي بي اي كالكوليتر، يعني تكتب الماده بتاعتك في خانه وعدد الساعات وهو بيطلع لك الجي بي اي بتاع المواد اللي انت دخلتها. بالنسبه للتويفل والالز جي ار اي احنا ادينا معلومات عنها في المحاضره اللي هو بتاعت امبارح، بس كده اختصارا يعني اللي هي التوفل هي اختصار تيست اوف انجلش از ا فورين لانجويج، الايلتس هو اختصار انترناشونال انجلش لانجويج تيستنج سيستم، والاثنين بيبقوا امتحانات انجليزي بتنقسم لاربع اجزاء ريدنج ورايتنج وسبيكنج وليسننج. بعد كده في امتحان الجي ار اي وهي اختصار جرادويت ريسيرش اكزامينشن، والجي مات هي اختصار جرادويت مانجمنت ادميشن تيست، ودول بيحتوي الامتحان على جزء ماث وجزء انجلش. طيب لو احنا عملنا كومباريزن سريع ما بين التويفل والايلتس فهنلاقي ان هو السكشن في التويفل في الايلتس ذا سيم، هو في ليسننج وفي ريدنج وفي رايتنج وفي سبيكنج. بالنسبه للسكور في حاله التويفل فهو من 0 ل 120، في حاله الايلتس فهو من 0 ل 9، فالسكور بتاعك بيبقى في الرينج ده. اكسبتد هي مقبولين الاثنين حوالين العالم، يعني مفيش بس المفروض ان انت بتبردك قبل ما تقدم في جامعه او قبل ما تختار انت هتدخل ايه، شوف الجامعه بتاعتك ده السكور ازاي، لان ساعات يا جماعه الجامعات بتبقى طالبه ايلتس مثلا 6.5 وبتبقى طالبه تويفل 100، ف6.5 سهل، 100 توفل عالي، يعني حسب ما انت حسب السكور بتاعت الجامعه بتبقى اوفر قوي السكور بتاع التوفل بتاعها، وساعات بتبقى طالبه مثلا توفل 79 مثلا 79 وطالبه 1007 مثلا، لا حتى 79 اسهل في التوفل. يعني في التوفل بيبقى مالتي تشويس كويشن في حاله الريدنج، في حاله الليسننج مفيش كتابه بايدك، يعني مفيش حروف تكتبها او وورد تكتبها، لكن في الايلتس بتبقى فيه، يعني بتسمع مثلا مثلا كلمه كينج مثلا فيبقى مطلوب منك ان انت تكتب كينج، تكتبها انت بايدك يكون ده الانسر. يعني في السبيكينج انت في حاله التوفل انت بتتكلم بكمبيوتر بتستخدم مايك، في حاله الايلتس بتستخدم لشخص بتتكلم لشخص والمحادثه بتبقى ريكوردد. الفيز عندك $165 في حاله التوفل، وهي 1090 جنيه مصري في حالة الايلتس. السكور هنا بتاخد اربع، في حالة التوتال بتاخد اربع سكور ريبورت، في حالة الايلتس بتاخد 5 سكور ريبورت فري مع الفيز بتاعت الانزام اللي انت بتدفعها. قلنا زي الجي ار اي كان بالنسبه للجي ار اي هي سريعا، بس هو كل الكلام بتاع المخصوص للامتحانات الانجليزي امتحانات الناس اللي هو التوتال والايلتس والجي ار اي والجي مات كلها موجودة في اللينك بتاع المحاضرة بتاعت امبارح، اللي هو دي على PDF، يعني مش لازم تسمع المحاضرة كلها، ممكن بس تاخد المحاضرة PDF وتقراها. يعني ال GRE زي قلنا ال exam بتاعها التكلفة بتاعته $195 وال GMAT تكلفته 250. تمام تمام ماشي، اتفضل يا دكتور بقى أحمد محمد. جزاكم الله خير دكتور حد. شكرا. احنا هنتكلم بس عن بقيه الحاجات اللي هي كانت في حاطينها في الحاجات اللي هي مكتوبه في الاول، فاي حاجه هنبدا نتكلم عليها اللي هي statement of purpose، وساعات برضو بيسموها persons كده، فهي فهو الادميشن كوميتي اللي هي يعني بتبص على الابلكيشنز بتاعتك، هي اصلا يعني اسم ستيتمنت اوف بيربس ممكن يكون خادع شويه، هي بتدور على حاجه يعني اكتر ليك ريسيرش ستيتمنت، انت ايه الريسيرش اللي انت عملته قبل كده وايه الريسيرش اللي نفسك تعمله وانت ليه اصلا عايز تعمل ريسيرش. ده فعلا الحاجات اللي هو
بيدوروا عليها. طيب، فانت بتحاول ان انت تكتب حاجه يعني مختلفه عن نفسك، وان انت ازاي بقى بتثبت الفيلد اللي انت عايز تعمل فيه ريسيرش ده. فده دي الحاجات اللي انت بتحاول تكتبها. بتحاول تكتب انت ليه عايز تقدم يعني ايه اللاب او ايه الحاجات اللي الجامعه دي بتعملها وانت عايز تقدم فيها. فانت عايز تبين لهم ان انت عارف السكول اللي انت بتقدم فيها، او عارف الجامعه دي، وعارف ايه الريسيرشز المختلفه اللي فيها، وان انت عايز تعمل ريسيرش في الحاجه الفلانيه. تمام. وده مفيد برضه بعدين ان انت يقدموا يخلوا الابلكيشن بتاعتك تروح للدكاتره المناسبين. ثالث حاجه، بتبدا تستريس وتركز اكتر بقى على لو انت عندك اي previous experience في الريسيرش، او عندك اي سكيلز يعني مختلفه او يونيك، يعني بحيث انها بتخليك يعني تبقى كويس انك تعمل جراد سكول وتقنعهم ان هم يكملوا. ثالث حاجه ان انت، او يعني اخر حاجه قصدي، ان انت عايز تحدد انت ايه الفيوتشر جولز بتاعتك. انت عايز اصلا تكمل في الاكاديميه ولا في الاندستري، حتى لو الحاجات دي اتغيرت بعد كده ما هياش مشكله. بس وتاني زي ما بقول لكم، هو في حاجات كتيره كانت من يعني كنت بصيت اونلاين من دكاتره كانوا شغالين في ادميشن كوميتيز قبل كده، او اشرفوا على ادميشن كوميتيز مده طويله، وده يعني من رايهم. فهو من الاكزامبلز، مثلا لو انت ما عندكش اوريدي تمبلت ستيتمنت اوف بيربس، فدي احد التمبلتس، ان انت اول باراجراف المفروض تتكلم فيه جنرال كده، انت ايه الريسيرش ارياز اللي انت بتحبها واللي بتحبها ليه. فده تاني بيخليهم يعرفوا يدوا الابلكيشن بتاعتك دي للبروفيسورز اللي شغالين في الارياز دي، ويشوفوا اذا كانوا هم عايزين ياخدوك تشتغل معاهم ولا لا. عشان كده ده يستحسن يبقى اول باراجراف. تاني وتالت ورابع باراجراف بيبقى لو انت بقى عندك اي ريسيرش بروجكت اكسبيرينس، اي ريسيرش بروجكت، مشروع تخرجك في الدكتوراه، قصدي في البكالوريوس اتكلم عنه. لو ان انت عندك اكسبيرينس برضه عندك في الماسترز بتاعتك اتكلم عليها. اي حاجه كنت عاملها، تمام. فحاول تتكلم جزء كبير جدا ريسيرش. الباراجراف الخامس، انت ليه اصلا عايز تقدم بقى للدكتوراه. والسادس، انت ليه بالذات عايز تقدم في الجامعه دي، ومين الدكتور اللي انت عايز تشتغل معاه. يعني انت ده مختلف عن اول فرق. اول باراجراف انت بتقول ايه الارياز، يعني مثلا انت عايز تشتغل في حاجه الكترونكس عموما، انما هنا هتقول مثلا انا والله نفسي اشتغل مع الدكتور ده والدكتور ده مثلا، او ده او ده. تمام. فهو عادة بيبقى آخر باراجراف ده، لو أنت يعني هتقدم في كذا جماعة، عادة آخر باراجراف ده اللي بيتغير. الباراجرافس اللي في الأول دي ممكن يبقوا إلى حد كبير تستخدمهم تاني في كل الجامعات يعني، وتغير بس آخر باراجراف اللي هو أو آخر يعني أنت ليه تقدم في الجامعة دي ومين الدكتور اللي أنت هتشتغل معاه. من الأخطاء الشائعة في الـ statement of purpose إن تلاقي واحد كاتب بقى في حياته كده إن هو صغير، كل الناس يعني وهو في ابتدائي كانت ملاحظه ان هو شاطر جدا وان هو عبقري، فهو حس ان هو لازم يخش جراد سكول ويعمل دكتوراه. او ان انت وانت صغير كنت بتحب تقعد تفك الحاجات الالكترونكس وتركبها تاني، فانت عرفت ان انت عايز تبقى مهندس. كل الحاجات دي هم مش هيسمعوا، وهو يعني الريكومنديشن اللي بيقولوها ان انت ما تكتبش غير الحاجات اللي انت عملتها في الجامعه وما بعد ذلك، يعني الا لو ان انت في حاجه يعني ريليفنت جدا. بس اي حاجه اقل من الجامعه يعني ثانوي واعدادي والكلام ده ما تكتبش عنهم حاجه. تمام. طيب، فده بالنسبه للاخطاء الشائعه اللي هي في الستيتمنت اوف بيربس. هنيجي نتكلم بعد كده عن ريكومنديشن ليترز اللي هي انت بتيجي تطلبها من دكاتره يكتبوها عنك، يعني يكتب ريكومنديشن ليتر اللي هو جواب ترشيح، او يعني ان هو بيرشح للدكاتره الثانيه اللي انت بتقدم في الجامعه عندهم ان هم يشتغلوا يقبلوك. طيب، فهو انت حاول تختار دكاتره انت عارفها وعارفينك كويس، بحيث ان هم يقدروا يتكلموا ويكتبوا جواب فعلا عليك، ما يبقاش جواب اسطمبه كده جينيريك يكتبوه لكل الناس. انت كل ما كان الجواب والدكتور عارفك هيعرف يكتب جواب اقوى واحسن. وطبعا
المفروض الجواب عادة ده مش انت اللي بتكتبه، المفروض الدكتور هو اللي بيكتبه، ده المفروض يعني، بس مش شرط ان ده اللي يحصل. هو ساعات تلاقي الدكتور بيبقى مشغول فيقول لك طب ابعت لي مثلا جزء كده مثلا، او استنبط حاجه مثلا هو يبدا منها وهو يعدل فيها بعد كده. فالمفروض الجواب ما يبقاش قصير جدا، ما ينفعش يبقى باراجراف واحد، ما ينفعش يبقى طويل قوي اللي هو صفحتين. فعاده بيبقى صفحه واحده مثلا من 3 to 4 paragraphs ولا حاجه. فهو الريكومندر المفروض يحاول يبين ان انت ازاي بقى انسان مختلف، وان انت انسان شاطر والشغل معاك كويس جدا، وانت طبعا بتحاول ان انت تساعده وتفكره مثلا بحاجات انت عملتها، وطبعا ده اصلا حاجه تخليك من الاول تخلي علاقتك بالدكاتره كويسه، وان انت تشتغل معاهم كويس عشان في يوم من الايام لو احتجت منهم ريكومنديشن. حاول ان انت تدي للريكومندر، ممكن تدي الشهادات بتاعتك او الريزم بتاعتك، بحيث ان هو يعرف يتكلم عن الاكسبيرينسز بتاعته بقى. هو لو قدر يتكلم عن الاكسبيرينس بتاعتك وهو كان ريليتد مثلا او كان انفولد في الاكسبيرينس ده، هيبقى شيء كويس في الكومنتيشن ليتر بتاعك. هيبقى شيء كويس برضو ان هو لو انت من الناس الاوائل، ان هو يقول ان انت كنت من الاوائل، وان انت على طول مثلا كنت بتشارك في الفصل او في النقاش، فده يبين ان انت على طول كنت انسان اكتف ومهتم بالعلم، فده حاجه كويسه ويستحسن ان هو يكتبها. لو ان انت في حاجه ضعيفه مثلا في افترض انت في سنه من السنين تعبت وعيت فجبت تقدير وحش، فانت لما هتكتبها في الريزومي كده زي ما هي، وهتحط الترانسكريبت بتاعتك يبقى شكلها مش كويس، وهتعمل لك الجي بي اي بتاعك كله مش هيبقى كويس. فلو هو بقى عارف ان انت كنت عيان، يقدر يكتب ان انت والله ده هو كان السكورز بتاعته في السنه دي مش كويسه عشان كان ايه. وهو لو قدر يشرح لو انت عندك اي نقطه ضعف في الهيستوري، الاكاديميك هيستوري او في النتائج بتاعتك، هو لو قدر يشرح ليه او يكتب سبب، فده هيبقى شيء مهم جدا وهتفرق في الابلكيشن ده. فده بالنسبه للريكومنديشن ليتر. هو عاده معظم الجامعات بتحتاج على الاقل 3 ريكومنديشن ليترز. يستحسن ان انت، هنتكلم بعد كده ازاي هم اصلا بيتواصلوا مع الدكاتره دي، بس يستحسن ان انت تتواصل مع اكثر من 3، يعني 4 مثلا او حاجه، بحيث ان انت لو دكتور منهم ما قدرش يلحق يبعت الريكومنديشن ليتر بتاعه، الابلكيشن بتاعتك ما تترفضش، فيبقى في واحد تاني باك اب فيبعت ريكومنديشن. الجزء اللي بعد كده هنتكلم عليه هو الريزم بتاعتك، ولو ان انت عندك اووردز او اي بريفيوس ريسيرش اكسبيرينس. ف ايه بقى الريزم؟ الريزم هي في الاخر بتلخص وبتحط كده هايلايت على الماضي بتاعك من ناحيه الاديوكيشن، ومن ناحيه ايه الاكسبيرينسز بتاعتك، وايه المؤهلات بتاعتك، ايه اللي ليها علاقه بالشغلانه او بالريسيرش اللي انت عايز تقدم فيه. عاده إن انت بتحاول تكتب الريزم وتركز تحط الحاجات اللي من خبرتك اللي ليها علاقه بالشغلانه، تمام؟ او بالريسيرش ده. فهي المفروض اول حاجه يكون فيها الكونتاكت انفورميشن بتاعتك، إيه اسمك ايه والايميل ورقم التليفون وعنوانك عشان لو بعتوا لك، ولو عندك انت اي بيرسونال ويب بيج هكاتب فيه تفاصيل ليها لازمه، يعني ما يبقاش حاجه كلها يعني، لو فيها يعني لو انت اوريدي تبع الجامعه مثلا عندك ريسيرش، عندك قصدي ويب بيج كاتب فيها انت درست مثلا الكورسات الفلانيه وايه الريسيرش بتاعك بقى، يعني عاده ده بتبقى ناس مور ادفانس شويه اتليست معاهم بيبقى عندهم الويب بيجز دي. تاني حاجه بتكتب الاديوكيشن بتاعتك، وبتكتب اجدد حاجه الاول، يعني لو انت معاك ماجستير بتكتب الماجستير الاول، وتحتيه بتكتب بكالوريوس. فبتكتب الماجستير وطبعا بتكتب التخصص وجبت تقدير ايه في الاخر ومن انهي جامعه، وبدات امتى وخلصت امتى او متوقع ان انت تخلص امتى، ولو ان انت الجي بي اي بتاعك لو كويس اكتبه، لو مش كويس ما تكتبوش، ملوش لازمه. هو مش كويس ده احنا زي ما قلنا في الاول، يعني هو اي حاجه اكتر من 3.5 يعتبر كويس، ما بين 3.0 و 3.5 يعني ممكن ما تكتبوش، اقل من 3 انت اصلا محتاج يعني تعيد النظر زي ما قلنا وتعمل ريفير وتحسن من الجي بي بتاعك. الناس اللي عامله ماجستير اوريدي يكتبوا طبعا الثيسيس تايتل بتاعهم،
في الـ في الـ resume يعني في الـ section بتاع الماسترز هتكتب كنت أصلا إيه الشغل اللي أنت شغال عليه في الماسترز. لو أنت عندك أي teaching experience درست في أي جامعة الحاجات دي مفيدة جدا وبتفرق معاهم إن أنت اوريدي عندك experience لو محتاج إن أنت تدرس في الجامعة دي. يعني ساعات كتير لما بتسافر وأنت بتعمل دكتوراه بيخلوك تدرس، فلو أنت اوريدي عندك experience بيبقى ده شيء كويس لأنه معناه إنك بتعرف إزاي تتعامل مع الطلبة. لو أنت في أي evaluation أو خدت أي teaching أو خدت أي جايزة عشان كنت أحسن مثلا مدرس مساعد أو أحسن معيد، فده لو عندك فعلا حاجة كده برضه حطها في الريزم بتاعتك. لو عندك research experience حتى لو في أي لحظة كده عملت research حتى لو ما وصلتش إن أنت لنتيجة معينة أو ما عملتش publish paper برضه اكتبه. هي الفكرة كلها إن أنت معناه إن أنت عارف يعني إيه research، لأن research مختلف عن إن أنت تاخد شوية classes وبتبقى اوريدي اخدت المنهج وبس بتنتهي فيه. الريسيرش معناه ان انت بتدور على حاجه مشكله ممكن او مش بالضروره ان هو ليها حل ظاهر قوي، فده معناه ان انت اصلا عارف يعني ايه، فده مهمه جدا. وتكتب ايه اللي عملت الريسيرش ده فين مع مين، واكتب شويه تفاصيل عن ايه البروجكت وانت كنت بتعمل ايه بالظبط، وفي الاخر حققت ايه في الريسيرش ده، وتكتب بدات امتى وخلصت. فده بالنسبة للريسيرش اكسبيرينس. آخر حاجة لو أنت بقى يعني وصلت لمرحلة إن أنت من الريسيرش فعلا كان عندك بيبرز أو عملت برزنتيشن حاجات علمية يعني مؤتمرات علمية، طبعا تحطها. طبعا دي حاجات برضو بتفرق في الأبلكيشن بتاعتك وبتديها قوة. آخر حاجة additional information عادة ممكن تكتب، طبعا على حسب احنا قلنا في الآخر الريزمي يعني يعني لو انت ما عندكش تفاصيل كتير خليها صفحة واحدة، أقصى حاجة تخليها صفحتين، وده مختلف عن السي في. السي في ساعات ممكن تبقى أطول من كده تبقى فيها كل حاجة، إنما الريزمي ما ينفعش تزيد عن صفحتين. فلو انت يعني عندك صفحة ونص وعايز في حاجات تانية عايز تكتبها وأوريدي عندك، فممكن تكتب لو وورد وأذرز، لو حتى أي منح قبل كده او اي جوائز، ايه اللانجوجز بتاعتك وايه السكيلز، مثلا لو انت عندك مثلا اوبريتنج سيستمز او بروجرامنج لانجوجز او في سوفت ويرز معينه انت شايف انها مهمه ومفيده تكتبها يعني ليها علاقه بالفيلد بتاعك ممكن تكتبها. ولو عندك اي اكتيفيتيز بقى كوميونتي سيرفر او طلعت في حاجات قبل كده بتحب تعمل حاجات معينه ممكن تكتبها. يعني ارشح في اخر حاجه الاكتيفيتيز دي، كوميونيتي سيرفرز ممكن تبقى اهم حاجه منهم تكتبهم، الحاجات الثانيه يعني مش شرط قوي. طيب ايه الحاجات اللي انت تتجنب ان انت تحطها في الريزومي؟ ما تحطش معلومات بيرسونال، مش انت مش محتاج ان انت تحط سنك ولا ديانتك ايه ولا انت متجوز ولا لا، ومش محتاج تحط صورتك عشان ما حدش يحكم عليك من الصوره او شكله شكلك ما يعجبوش، فما لهاش داعي ان انت تحط الصوره بتاعتك في الريزم. تجنب ان انت تستخدم ان انت تقول البروناونز، ان انت تقول اي او مي او وي، خلي كلها زي ما اللي هو بيسموها بنسميها زي ما هنا احنا كنا كاتبينها قبل كده من نسيت اكتب اللي هو اكشن فيرب، ان انت ما تكتبش اي يعني حاول ان انت يعني انت مثلا عايز تقول ان انت اشتغلت في الريسيرش بتاعك على حاجه معينه، فتقول worked on كذا كذا كذا، ما تكتبش اي worked on كذا كذا. تمام، مش محتاج تكتب في الريزومي بتاعتك اي حاجه ليها علاقه بالهاي سكول يعني ثانوي واعدادي، مش محتاج تكتب حاجه عن الكلام ده يعني، حتى مش لازم تكتب انت خريج مدرسه ايه، ممكن ما تفرقش قوي وانت بتقدم في هاي سكول يعني. الا لو انت مثلا في هاي سكول كنت بتعمل برضه حاجات شويه مشاريع بحثيه كده او كانوا بيخلوكوا تعملوا ريسيرش او تعملوا حاجه لو انت شايف انها مفيده ممكن تبتدي. وبرضه الفريز اللي هي references available upon request مش لازم ان انت تكتبها، ويستحسن ان انت ما تحطهاش، وتجنب ان انت يبقى مالي لازم ان البناء كلها ما يبقاش فيه مارجن او عامل فونت صغير عشان تبقى ماليها على الاخر، برضو الحاجات دي ما تعملهاش. وطبعا في ريسورسز من
من ستانفورد تقدر تشوف ايه الليست اوف اكشن فيربز اللي انت ممكن تستخدمها، وفي سامبل ريزومز تقدر تبص عليها، وفي قبل كده كان سيشن في ستاتس ففي ده ريكوردنج بتاعها تقدر برضو تبص عليه لو محتاج مساعدة اكتر في موضوع الريزم. طيب لاحظنا كده ان احنا اتكلمنا كتير عن انها مهم جدا ان يبقى عندك previous research experience. طيب احنا دلوقتي ازاي نجيب previous research experience دي؟ ففي طرق مختلفة تقدر تتحصل فيها على research experience. اول حاجة ان انت ممكن وانت undergrad وانت لسه بتعمل بكالوريوس تروح كده مع اي دكتور وتقول له والله انا لسه اعمل معاك ريسيرش في اي حاجه. انت تقدر تعمل ريسيرش مع دكتور يبقى هو مثلا عنده حاجه معينه شغالين عليها وانت تشتغل معاه ببلاش، والفكره كلها ان انت بتاخد اكسبيرينس عشان تعرف تحطها على الريزم بتاعك. فممكن الكلام ده ممكن تعمله في الصيف وتستفيد بالوقت بتاع الصيف، او ان انت تعمل انترنشيب في ليها علاقه بالفيلد بتاعك، او ان انت تكون اشتغلت بعد التخرج شويه او حتى في الصيف في الانترنشيب دي، ويبقى حاجات ليها علاقه بالريسيرش يعني فيها ما هواش شغل مثلا سيلز او حاجه ما هياش ريسيرش، يعني حاجه فيها انها مشكله وانت بتحاول تدور لها على حل وبتحاول تشوف تعملها بطريقه مختلفه او كده. او ان انت ممكن تتحصل على ريسيرش اكسبيرينس عن طريق لو عملت ماجستير ففي الريسيرش بروجكت او اللي هو مشروع الماجستير او مشروع التخرج تقدر تكتب الحاجات دي. طبعا مشروع التخرج بتاع الجامعة في هندسة ده يعتبر لحد كبير research experience، فده طبعا تكتبه. او ان انت تبقى مع نفسك كده او انت واحد صاحبك فكرته في مثلا ان في مشكلة وعايزين تشوفوا لها حل تساعدوا الناس بطريقة معينة وعملت research في الموضوع ده بحيث ان انت تحاول تحل المشكلة. فطبعا احنا نتكلم على مشاكل حاجات هندسية مش حاجات اجتماعية، تمام؟ مش شرط هندسيه، حاجات ليها علاقه بالفيلد بتاعك. يعني لو انت في فيلد اصلا اجتماعي فطبعا يبقى ده حاجات مهمه وتكتبها. طيب الحاجه الثانيه اللي هنتكلم عليها بعد كده زي ان انت تختار، احنا كل الفتره اللي فاتت دي كنا عمالين بنتكلم ان انت تحضر الاوراق بتاعتك سواء statement of purpose او resume او recommendation letter. الحاجه الثانيه بقى ان انت يعني تختار المشرف الادفايزر والمشروع اللي انت هتشتغل عليه والفندنج طبعا اللي هو التمويل للمشروع او للدكتوراه. او يعني الدكتوراه عاده بيبقى اسهل انك تعرف تجيب فيها فندنج، الماجستير عاده بيبقى اصعب شويه، والسبب ان هو في الدكتوراه بيقدر بتقعد معاهم 5 سنين او 6 سنين، يعني الافرج من 4 ل 6 يعني، فبتعرف تطلع نتائج. في الماجستير عادة ما بتوصلش النتائج قوي فعشان كده بيبقى الفند أقل. المهم اختيار الادفايزر، طبعا لازم تختار ادفايزر في هو اصلا تخصصه في مجال اللي انت بتحبه. ما تروحش انت تبقى نفسك تشتغل مثلا في سيجنال بروسيسنج وتختار حد بتاع مثلا كوميونيكيشن او حد ملوش علاقه بالسيجنال بروسيسنج لمجرد ان انت بتعجبك شخصيته وبتعرف تتكلم معاه بسهوله. ما ينفعش، لازم حد الى حد كبير عنده خبره في الريسيرش اريا اللي انت هتشتغل فيه، وده لان انت هتشتغل معاه 5 سنين. فده معناه ان انت اولا لازم يعني يكون عنده خبره، لازم تكون بتعرف تتعامل معاه بسهوله. والموضوع ان هو التعامل معاه بسهوله ممكن تعرفه عن طريق تسأل الطلبة اللي شغالين معاه حاليا او اتخرجوا من تحت. يعني انت لما تيجي تقدم في جامعة بره في دكتور معين كده انت حاسس ان تخصصه هو ده اللي انت نفسك تشتغل فيه، بس عشان تعرف البني ادم ده سهل التعامل معاه ولا لا فممكن تراسل الطلبة بتوعه او الطلبة اللي اتخرجوا من تحت. عادة بيبقوا هم كاتبين الطلبة بتوعهم ومين اتخرج من عندهم. وطبعا تاني ان هو يكون عنده يعني تكنيكال باك جراوند بتاعته كويسة، ودي عادة ممكن تعرفها من البابليكيشن بتاعه، هل هو بيعملوا بابليكيشن كتير ولا لا. مع ان هو ده مش شرط يعني ان هو يكون تكنيكلي كويس، بس الى حد كبير ده انديكيشن. وطبعا ان انت تاني تسال الطلبه اللي في الجامعه. تمام، في سؤال بقى، هل انت لما تيجي تتواصل في دكاتره بتبقى يدوبك لسه متعينه بيبقوا ممكن يبقى حديث تخرج وحديث في السن او صغير في السن، او ان في ناس بتبقى كبيره وعندها خبره وبقالها كتير جدا شغل، فاحنا بتشتغل مع مين فيهم؟ هل كل حاجه؟ فانا قلنا بس نتكلم ننوه عن الموضوع ده
لأن كل حاجة لها مزايا وعيوب. فإنك تشتغل مع دكتور جديد، مزاياها إن أنت عادة بيبقى عندهم أفكار جديدة عايزين يعملوا فيها ريسيرش، فده معناه عادة إن هو يعني هتلاقي في حاجات انترستنج تقدر تشتغل فيها. عادة ممكن يبقى عنده في الأول كده فاند بتاع اللي هو حاجة بيسموها نيو فاكولتي ستارت اب فاند، لما بيبقى الدكتور لسه داخل الجامعة جديد، الجامعة بتديله فلوس عشان يبدأ يعمل ريسيرش لغاية ما هو يبدأ يعمل ريسيرش وبابليكيشنز ويقدر هو بنفسه يجيب فاند. دي قصة تانية مش هنتكلم فيها ازاي بقى الدكاترة بتجيب فاند، فدي قصة تانية. الميزة التانية ان هو بيبقى عادة عنده وقت اكتر ان هو يقعد معاك ويقدر يساعدك وهتتعلم منه اكتر. تمام، عادة ما بيبقاش كبير في السن وسنه قريب منك، فعادة بيبقى التعامل معاه اسهل. تمام، العيوب ان هو الفاند بتاعه مش شرط ان هو يبقى جارانتيد لمدة 5 سنين. هو بيبقى عنده ستارت اب فاند يكفيه عادة في 2 3 سنين. هو اللي ممكن يحصل ان انت تلاقي بعد 2 3 سنين الفلوس دي خلصت لو هو معرفش يجيب فلوس تانية، فيا اما بقى بتضطر انك تدرس يا اما بتبقى ممكن يحصل مشكله وتلاقي المشروع خلاص مش هينفع نكمل وكده. عاده بتضطر انك تشتغل كتير جدا معاه لان هو بيبقى تحتاج تبلش بيبرز، لان هو بيبقى محتاج ان هو يترقى. وفي هنا حاجه اسمها تيم تاك في امريكا، ما اعرفش البلاد التانيه ايه الموضوع بالظبط فيها، بس هو هنا بيبقى زي ما تقول كده ان هو عشان يتثبت ويتعين في الجامعه بيقعد فترة كده في الأول، عادة بتبقى ممكن من 3 5 سنين، لما هم يحسوا إن هو بقى دكتور كويس فعلا وعايزينه بيبدأوا يثبتوه. هو بيبقى عايز يبلش، فأنت بقى بما إن أنت الطلاب بتوعه جداد فبتشتغل كتير جدا. احتمال تدرك بعد يعني بعد كام سنة كده إن أنت المشروع اللي هو اختاره لك أو اللي أنت اخترته ما كانش فكرة كويسة، وده بسبب ان هو ما بيبقاش عنده اكسبيرينس قوي في ايه التوبكس اللي تبقى ببلشت او ايه التوبكس اللي تعرف تجيب فند، فدي بتبقى من لاك اوف اكسبيرينس. فهو ساعات بقى كمان ممكن كان ميس سيفرال ببلشنج اوبورتيونيتي، يعني هو ساعات ممكن ما يبقاش برضه عشان قله الخبره دي ممكن ما يعرفش يقول لك مثلا والله نقول احنا نعمل حاجه معينه عشان نعرف نببلشها في الايفنت او الكونفرنس الفلاني اللي هو كمان كذا شهر، فساعات تلاقي نفسك في حاجات كده فرص بتضيع منك. في حاجه انا كاتبها في النص كده، ما هياش انا ما رضيتش اكتبها، لا هي ميزه ولا هي عيب، ان هو عاده زي ما قلت كده هو اللي بيختار لك التوبك او الريسيرش اريا اللي هتشتغل فيها عاده، ده طبعا مش شرط، فهو مش ميزه ومش عيب. يعني هو ممكن الناس تقول لك والله كويس عشان انت ما تضطرش انت اللي تختار في الفكره او الايديا لان انت مش عندك فكره، وفي ناس شايفه ان دي بالنسبه لهم حاجه مش كويسه لان هو نفسه هو اللي اختار التوبيك اللي اشتغل عليه وهو اللي يدور بنفسه. طيب بالنسبه لو انت اشتغلت مع دكتور عنده اوريدي اكسبيرينس، فعاده عشان هو بقى له سنين شغال، عاده انت اللي بتقعد تدور ايه الايديا او ايه الحاجه اللي انت بتشتغل عليها، لان هو بيبقى اشتغل في حاجات كتير وممكن يكون يعني مش عارف قوي ايه المشاكل الجديده الحاليه اللي محتاجه حلول، عاده انت اللي بتضطر انك تدور. بس من المزايا الشغل مع الاكسبيرينس ادفايزر ان هو بيبقى عارف اكتر الريسيرش بروجكت اللي انت او الفكره، لو انت جبت الفكره يعني الفكره دي هتبقى ليها وقع كده في الريسيرش كوميونتي وحاجه مهمه وهتعرف تبلش فيها وهتعرف تجيب منها فند ولا لا. يعني هو بيبقى لحد كبير عارف ايه الهوت توبكس المهمه اللي الناس مهتمه بيها، فدي برضو دي حاجه مفيده. من مساوئ الشغل مع الناس اللي هي اكسبيرينس وبتبقى مشغوله بقى جدا وكبيره في السن مثلا او حاجه، ان هو ممكن ما يبقاش عنده وقت قوي ان هو يقعدوا معاك، فممكن ما تعرفش تقابله كتير او ممكن هو ما بقاش بقى اكسايتد زي زمان بالريسيرش. هتلاقي ساعات كتير انت شغال مع نفسك او مع الطلبه التانيين او اللي هم البوست دوكس اللي في الجروب. ساعات برضو عشان بقاله كتير ساعات بيبقوا مع الوقت الريسيرش بتاعهم قل، فساعات ما بيبقاش معاهم فند اصلا من كويس، فبيبقى عنده اكسبيرينس بس ما عندوش فند ان هو يقدر يدفع لك ويسبورت ويدفع لك مرتب ويدفع لك التويشن او اللي هو المصاريف الجامعه طول فتره الريسيرش بتاعه.
فدي طبعا مش يعني ده عيب في الوجود. فالحاجة التانية اللي هنتكلم عليها موضوع الفند بقى، احنا قلنا عليه التمويل، لازم تتأكد إن أنت عندك تمويل لمدة المشروع بتاعك، ده يستحسن إن أنت تبقى ضامن الموضوع. ففي طرق مختلفة للتمويل، أول حاجة اسمها الفيلوشيب، دي بتبقى عادة منح من ال يا إما ممكن ما تبقى من الحكومة أو من شركات أو من جامعات، بمعنى ممكن تبقى الجامعة زي في مصر مثلا كده أو في بلاد عربية كتير في حاجة اسمها البعثات، إن أنت الجامعة هي اللي تبعثك كده وتدفع لك مصاريف الجامعة هناك في البلد اللي أنت هتسافر فيها عشان تدرس. عادة بيبقى فيه شرط إن أنت مثلا لازم بعد ما تخلص ترجع عندهم لمدة سنتين تدرس مثلا في الجامعة، أو لو حاجة حكومية إنك تشتغل في الحكومة. نفس الكلام بالنسبة للشركات، هو ممكن يبعتك تشتغل أو تدرس بره بس ترجع لازم تشتغل معاهم. فده عادة بيبقى البعثة بتبقى طول فترة الدكتوراه، فدي بتبقى الموضوع مضمون. ممكن الجامعة اللي أنت رايح لها نفسها تدي لك فيلوشيب، ممكن تبقى لمدة سنة أو سنتين أو ممكن تبقى المدة كلها، فده برضو مش شرط يعني. في حاجة تانية بس أنا مرضيتش أكتبها قوي، في حاجة اسمها جرانت، برضو هي شبه المنح شوية، بتبقى يعني ناس مثلا شركة أو حد غني جدا وعايز يساعد طلبة إنها تدرس، فبيروح عامل منحة، بس عادة دي بتبقى الناس ماينوريتي، مثلا يقول لك مثلا لاتينوز أو يعني النساء مثلا في الإنجينير عشان عددهم قليل وعايزين يشجعوا النساء إنها تدرس، فيشجع فيبقى في منحة مخصوصة للسيدات. وكمان عادة بيبقوا مثلا في أمريكا، عادة بتبقى معظم المنح دي بتبقى أنت لازم تكون مواطن أمريكي أو معاك جرين كارد على الأقل، فأنا مرضيتش أكتبها أوي. تاني نوع من المنح إن أنت تبقى teaching assistantship، إن أنت تبقى وأنت بتعمل دكتوراه تبقى بتدرس، ولما أنت بتدرس الجامعة بتدفع لك فلوس وبتدفع لك راتب شهري، بس طبعا لازم بجانب التدريس أنت تعمل الريسيرش بتاعك. فده يعني مشكلته طبعا ان انت الى حد ما بتستفيد طبعا من التدريس، بس ساعات بيضيع لك وقت كنت تقدر تستفيد منه في الريسيرش. ثالث نوع من انواع التمويل الريسيرش اسيستنشيب، وده بيبقى الدكتور بتاعك هو اللي بيدفعها لك، هو اللي بيدفع لك عشان تعمل معاه ريسيرش، وده ميزته ان انت بتعرف تركز في الريسيرش، انت بتعمل ريسيرش في نفس الوقت بتدفع لك فلوس. انت بقى طبعا على حسب الدكتور بتاعك، ممكن يبقى الريسيرش مضمون لمده 5 سنين او ممكن تلاقي في أي لحظة كده يقول لك ما عنده مشاكل والفلوس خلصت، ويستحسن الحاجات دي تبقى عارفها من الأول، يعني لما تبدأ تتواصل مع دكتور ممكن تعرف منه إذا كان هو عنده فند وتسأله هو الفند ده كام سنة وكده. والجامعة ساعات كمان يعني بيحصل ساعات إن الدكتور خلص، مش شرط إن هو ريسيرش أسيستنت طول ريسيرش اسيستنتشيب طول مدة الدكتوراه، ساعات لو الدكتور الفلوس اللي معاه خلصت تضطر انك تدرس، طيب ساعات بيحصل ان انت يبقى في كذا نوع من انواع التمويل. طيب احنا عشان نبدأ ننجز بس في الوقت، عشان احنا يعني قدامنا تقريبا اتمنى ان احنا نخلص في تلت ساعة عشان يبقى في مجال للأسئلة، فهبدأ امشي بسرعة شوية. طيب الريسيرش بروجكت تاني عادة يعني يا إما أنت يا إما الدكتور هو اللي بيختاره له، بس حاول تركز كويس جدا لأن أنت ريسيرش توبك اللي أنت هتشتغل عليه في الدكتوراه بالذات إلى حد كبير هو اللي هيأثر على الحاجات اللي هتشتغل فيها بعد كده والإكسبيرينس بتاعتك بعد كده لمدة كذا سنة قدام. عادة يعني صعب يعني نادر أوي إن أنت تلاقي حد عنده دكتوراه وبعدها على طول غير تماما وبعد خالص عن اللي كان بيعمل الدكتوراه، عادة بتفضل مكمل في الموضوع ده. في فرق كبير ما بين البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. البكالوريوس والماجستير انت عاده بتاخد نوليدج على المستوى الافقي كده، بتتوسع في المعارك بتاعتك. في الدكتوراه انت بتخش بتدق ديبر بقى، انت بتاخد مشكله معينه وبتبدا بقى تخش في تفاصيلها جدا، فبتقعد 5 سنين بتخش في تفاصيل، عشان كده بتبقى خبير واكسبرت في الموضوع ده، فهو ده اللي بتكمل فيه بعد كده على طول. فساعات تلاقينا في ريسيرش اريز مش موجودة مثلا في الشرق الأوسط، فأنت لو دخلت تعرف إنك لو دخلت في الريسيرش ده هتبقى صعب جدا إنك تعرف ترجع بعد كده وتشتغل في الحاجات دي في بلدك تاني، إلا لو أنت هتشتغل في الأكاديمي مش في الإندستري، مش في الصناعة، مش في الريسيرش اللي هو في الصناعة.
فلو انت عشان الأكاديمية تقدر تعمل ريسيرش ده ممكن في بلدك، ما فيهاش مشكلة. تاني حاجة، آخر حاجة، إن أنت خليك واقعي، ما دونت أوفر كوميت، وما تبقاش متخيل إن أنت لا. عشان طبعا كل اللي بيبقى داخل دكتوراه وبيعمل دكتوراه عادة ناس شطار، وناس من ممكن من الأوائل أو يكونوا في التوب أوف ذير كلاس يعني، فأنت بتبقى متخيل بقى إنك يعني هتعرف تعمل كل حاجة. لا يعني أنت هتلاقي نفسك بتكمبيت مع ناس كلها من الأوائل في كل أنحاء العالم، وبتلاقي ساعات ان انت التوبيك نفسه ما كانش سهل، فما تديش وعود وتتفق مع الدكتور بتاعك انك هتعمل كل الحاجات اللي هو بيقولها لك، عشان ما تلاقيش نفسك تقعد جت ستاك بقى، تقعد 7 سنين وثمان سنين في الدكتوراه. فانت دونت اوفر كوميت، كل عود نفسك ان انت كل ما يقول لك على حاجه قول له طب سيبني افكر وخليني يعني ارد عليك، مش في ساعتها توافق على كل حاجه. ما تختارش التوبيك اللي انت هتعمل فيه ريسيرش بناء على او متوقع ان الدكتور بتاعك عارف كل حاجه في الموضوع ده. عاده الدكتور بيبقى عنده اكسبيرينس، بس هو مش عارف ازاي يحل المشكله دي، لان هو لو عارف يبقى هي اصلا مش هنسميها ريسيرش، وانت بقى انت مش محتاج تشتغل عليها اصلا لو هو عارف حلها. فهو طبعا ما بيبقاش عارف الحل 100%، هو ممكن هيساعدك، ومساعدته دي عاده بتبقى مهمه جدا في اول سنتين لثلاث سنين من الدكتوراه بتاعتك، بس هتلاقي ان انت بعد كده كل حاجه عاده انت اللي بتحاول تعرفها لوحدك. فما تختارش التوبيك معتمد ان الدكتور هو اللي هيعرف يساعدك في الموضوع، لازم عنده اكسبيرينس، بس ما تفتكرش ان هو اللي هيحل لك الموضوع يعني، والموضوع هيبقى سهل. فده كانت اخر حاجه في موضوع الريسيرش بروجكت. هنتكلم بعد كده عن انت خلاص يعني انت الى حد كبير عرفنا نحضر كل الدوكيومنتس الجاهزه بتاعتنا اللي هي اللي احنا محتاجينها، وعرفنا ازاي نختار الادفايزر او مين الادفايزر اللي احنا محتاجينه، ازاي بقى نقدم في الجامعه نفسها، وازاي نبعت الدوكيومنتس بتاعتنا دي. فدي اللي احنا هنتكلم عليه بعد كده. فاول حاجه، تبعت لكام جامعه؟ يستحسن ان انت تبعت شويه جامعات في مستوى اعلى من المستوى بتاعك، وشوية جامعات أقل من المستوى بتاعك عشان تضمن إنك هيجي لك حاجة، ومعظم الجامعات اللي تقدم فيها يكونوا في نفس المستوى بتاعك. إزاي بتعرف المستوى بتاعك ده؟ عادة بتشوف الطلبة اللي قبليك اللي من نفس الجامعة بتاعتك وكانوا نفس مستواك بيروحوا فين؟ أو بتقدر تقول إن الـ above your level عادة بيبقى مثلا لو هتقدم في أمريكا أو في أي حتة بيبقى التوب 5 universities في رانكينج كده، بيبقى فتلاقي التوب 5 يونيفرسز على بيبقى صعب الدخول ليهم، فممكن تقدم شويه فيهم، بعد كده اللي بعديهم بيبقى اسهل، واللي بعدهم بيبقى اسهل واسهل. وتاني حاجه، بيعتمد على انت معاك فلوس قد ايه، لان التقديم في الجامعه مش رخيص يعني، انت كل ابلكيشن بتقدم في جامعه تقريبا اون ذا افريج في نورث امريكا بتبقى تقريبا $100. فلو انت معاك بادجت ل 10 سكولز يعني $1000 يعني تقريبا 7000 جنيه، فممكن تقدم في جامعتين ثلاثه من اللي هم الاباظ والليفل دول او التوب 5 مثلا، وجامعتين ثلاثه من الاقل من الليفل بتاعك، ومن 4 ل6 جامعات من الليفل بتاعك. انما لو انت معاك بس بادجت لل 5 سكولز، ممكن تقدم واحده بس في توب سكول، واحده في اللور ليفل، والباقي الثلاثه الباقيين في الليفل بتاعك. طبعا ده في الاخر يرجع ليك، والاهم من كده ان انت قبل ما بتقدم في الجامعة بتكون تواصلت مع شوية دكاترة، فلو انت في دكتور اوريدي يعني ابدا ان هو مستعد او عايزك تشتغل معاه، فطبعا تقدم في الجامعة دي، سواء بقى هي في التوب 5 ولا اقل من كده، ده هي لحد ما بتبقى جامعة مضمونة ان هو هيحاول يعرف يجيبك تشتغل معاه تعمل ريسيرش. طيب ازاي بقى تختار السكول؟ احنا اتكلمنا ازاي تتقدم في كام جامعة، بس دلوقتي ازاي تختار الجامعه من الاول؟ فاختار الجامعات اللي فيها الفيلد بتاعك هم اقوياء فيه. فلو انت عايز تقدم في الكتريكال انجينيرنج مثلا، لازم تدور على جامعه الرانك بتاعك في الكتريكال انجينيرنج قوي، مش شرط انها اوفرول تكون قويه، بس في الكتريكال انجينيرنج قوي. والرانك ده في حاجات مثلا في امريكا اللي هي اليو اس رانك، يو اس نيوز، وورلد ريبورت، فده بيعملوا رانكينج عن طريق الديبارتمنت يعني، كمبيوتر ساينس هتلاقي ليها رانكينج مختلف عن الكتريكال انجينيرنج وهكذا. فانت حاول تقدم في جامعه قويه في الفيلد بتاعك، حاول تقدم في جامعه فيها دكاتره كتير في الفيلد ده،
بالذات في الفيلد اللي انت الـ area of interest بتاعتك. يعني لو انت electrical engineering بس انت بتحب communication، حاول تشوف الجامعة اللي فيها ناس شغالة في communication كتير. او ان انت بتحب electronics، يبقى انت تشوف الدكاترة يستحسن يبقى فيهم دكاترة في الالكترونكس كتير. وده بيفرق في ايه بقى؟ بيفرق انك لو اضطريت انك تغير الادفايزر بتاعتك. يعني ممكن انت تلاقي نفسك سافرت وبدأت مع دكتور ولأي سبب من الأسباب ما عرفتش تكمل معاه، أو الفلوس خلصت فعايز تغير. أسهل كتير إن أنت تغير جوه نفس الجامعة عن إن أنت تقدم في جامعة تانية جديد من الأول. فلو أنت من الأول الجامعة فيها دكاترة تانية في نفس الفيلد ده، هيبقى الموضوع أسهل لك كتير. وفي نفس الوقت حتى لو أنت مش هتحتاج تغير الدكتور، هيبقى الموضوع مفيد لو إن أنت احتجت نصايح أو خدت ممكن تاخد كورسات معاهم، فيبقى عندك معلومات من كذا دكتور في نفس الفيلد ده، فبتتعلم اكتر. وهو يقدر يبقى هو مشرف برضه على الرساله بتاعتك، فهتلاقي نفسك برضه بتستفيد اكتر. طبعا غير الحاجات دي، ممكن تختار وتبص على الجامعات اللي فيها انت ناس تعرفهم سافروا هناك وبيريكومندوا الجامعه دي وبيريكومندوا الديبارتمنت دي. فدي ممكن انت تختار الجامعات اللي هو ناس كده سافرت من مصر او من البلد اللي انت منها واتقبلوا فيها. اخر حاجه تبص عليها بس يعني ما هياش مش ما هياش يعني مهمه برضو، اللي هو مصاريف العيشه في المنطقه اللي انت رايحها دي. لان عاده في امريكا المرتب اللي بتاخده في الشهر بيبقى عاده 2000 دولار في الشهر، وبغض النظر عن المكان، فده اون ذا افريج يعني. فال 2000 دولار دي ممكن تعيشك في حته تبقى مبلغ ده يعتبر كويس جدا، وفي حته تانية يا دوبك هتلاقي نفسك عايش بالعافيه بال 2000 دولار. فدي حاجة برضو تبقى عارفها يستحسن تحطها في حسابك، وبتفرق كتير إذا كنت هتسافر متجوز ولا هتبقى لوحدك، ممكن تاخد موضوع الفاينانشال ده في حسابك. طيب آخر حاجة بقى هنا، والدكتورة رحاب هي اللي هتتكلم عن الحتة ديت، إزاي بقى الدوكيمنتس اللي إحنا اتكلمنا عليها قبل كده إزاي إن أنت تبعتها ومصاريفها إيه. فلو الدكتورة رحاب تتكلم عن السلايد دي. بالنسبة للدوكيمنت اللي دكتور محمد قال لنا عليها، ممكن مش كلها لازم تتبعت بالميل، يعني مش لازم أروح مكتب بريد وأبعتها بالميل. لازم الأول أتأكد أول حاجة إن أنا أشوف هل الدوكيمنت دي الجامعة ممكن تقبله بإيميل أو ممكن تبعته لأن إيميل فري، أنت تدخل على الايميل بتاعك وتعمل سكان الدوكيمنت تحمله وتبعته للجامعه فري، مفيش فلوس تدفعها، او فاكس برضك ده بيبقى ارخص كتير ممكن تبعته على فاكس للجامعه. فاتاكد هل ممكن ان انت تقبلني في الاول ان انا ابعت الدوكيمنت بتاعتي ايميل او فاكس الاول. لو اوكي تمام، يبقى وفرت على نفسك فلوس كتير لما تتقبل، قبل ما تتقبل يعني في حاله ان انت بتقدم للجامعات الاول. وانت اكسبتد هي لازم كده كده هتبعت الاوريجينال دوكيمنت بتاعتك الحاجات الاصليه بالميل. طيب بالنسبه هنا في مصر في كذا حاجه، يعني ممكن انت تروح مكتب البريد وتبعتها تبعتها اللي هو البريد الارضي، مش المهم يعني ده اللي هو انت هتوصل لك مثلا كمان شهر ولا حاجه كده ولو وصل اصلا. فبنلجا احنا لشكل اللي هو ايه الكوريرز، اللي هو زي الدي اتش ال الفيديكس الارمكس. في خدمه في البريد المصري اللي هو اي جيميل. تمام. طيب لو انا شفت دخلت كل حاجه ليها موقع في مصر، دي اتش ال ما كانش متوفر الصراحه فلوس، فلو هنلاقي مثلا بالنسبه للفيديكس، فانا جربت تريل كده على الموقع بتاعه فقلت هبعت من كايرو من ايجيبت لليو اس اي، وهبعت مثلا الوزن بتاعي 500 جرام، فلقيت ان هو يكلفني 400 جنيه مصري. انا بديك بس فكره عن التكلفه بتاعتك هتكون قد ايه وانت بتبعت الدوكيمنت بتاعتك. عشان كده الخيار الاول بتاعتك ايميل او فاكس. لو من ايجيبت لليو كي فده 377 جنيه مصري. لو انت بقى دخلت في 1 كيلو هيبقى 500 جنيه مصري لو من مصر من الكايرو لأمريكا، ومن مصر لإنجلترا 1 كيلو بتكلف 472 جنيه. ممكن انت بقى تجرب باللينك ده، يعني اللينك ده هو ده اللي تدخل عليه تكتب البوست كود بتاعتك من فين لفين هيديلك الفلوس.
بالنسبة للأرابيك هنلاقيها اختيار أرخص، يعني أرخص في الفلوس هنلاقي من 310 لحد 410 في الرينج ده، في أمريكا وإنجلترا، من مصر لأمريكا وإنجلترا. إي جي ميل بقى برضك ده أرخص، يعني هيبقى ده يورتي الأساس، يعني هو مضمونة مش كويسة، حاجة خاصة يعني، من 100 من 104 من 104 جنيه جنيه لحد 234 حسب، يعني في الرينج من 100 ل 200 جنيه، رينج 200 جنيه يعني، تبعت الداتا بتاعتك في الفلوس دي. المفروض ان انت بتحاول على قد ما تقدر ان انت تجمع الورق بتاعك، يعني مطلوب مثلا ريفرنس ليتر تبعت بالبريد، او الشهادات بتاعتك في الغالب السي في والستيتمنت دي بتتبعت بالايميل، يعني الستيتمنت اوف بيربز دي بتتبعت بالايميل اصلا في التقديم. وممكن بتبقى عندك اختيار ان انت تحمل الترانسكريبت بتاعتك اثناء الادميشن بتاعتك في الجامعه، تمام؟ ففي الغالب بتضطر، يعني انا في الحاله بتاعتي بعت الريفرنس بتاعتي شهاداتي، متاكده قوي مش فاكره، بس متهيألي بعت الشهادات وبعت الريفرنس ليتر بالفيليكس، بس كان غالي جدا. بس بعد ما اتقبلت ما بعتش الجامعه قبل ما اتقبل بالبريد خالص، غير كان في ادمشن في الكامبس. بص يا جماعه، حاجه كمان كان في دكتور محمد قالها، ان هو ان الكليات الجامعات في امريكا في الادمشن بتاعتها بتقدر $100 اللي انت ممكن تدفعها كفلوس، لكن مش في كل الجامعات لازم تدفع وانت في التقديم فلوس، يعني في جامعات التقديم ليها اصلا ببلاش، وهي غالبا في الفلوس دي، في موضوع الفلوس ده في امريكا بس، يعني جامعات في اوروبا وفي انجلترا وفي المانيا وكده ما مش بتدفع فلوس وانت بتقدم، لا انت تقدم ايا كان، عايز 50 جامعه 100 جامعه قدم زي ما انت تقدم، مفيش فلوس، تمام؟ فشكرا دكتور محمد، معلش. في الحته دي ايوه اضيف حاجه بس في السلايد اللي فاتت دي، اللي هو معظم الجامعات، تاني الجامعات بالذات التوب سكول في نورث امريكا، وانت بتعمل الابلكيشن بتلاقي في انك سيكشنز كده بتابلود فيها كل الحاجات دي عاده، يعني statement of purpose عاده بتعمل لها ابلود، حتى recommendation letters عاده بتحط الايميل بتاع الريكومندر بتاعك وهم بيروحوا باعتين له، ومفروض هو اللي يروح باعت لهم عن طريق سكيورد، يعني لوجن معين كده يبعت لهم الريكومنديشن ليتر بتاعه. ساعات بتضطر انك تبعت الريكومنديشن ليتر فعلا فيزيكال، فهو ساعتها هتضطر انك تشوف تبعت عن طريق حاجه من الاوبشنز دي. وهو السبب في ان انت تحاول تجمع كل حاجه تبعتها سوا، يعني لو بصيت مثلا على فيزيكس، لو الحاجه وزنها 500 جرام ب 400 جنيه، لو كيلو اللي هو ضعف الوزن هتلاقي السعر ما تضعفش، هتلاقي السعر بقى 500 وشوية. فانت كل ما لو انت هتبعت الحاجات لنفس المكان استنى وابعت كل حاجة مع بعض، هتلاقيها اوفر لك كتير، وهتلاقي في حتت كتير اصلا ممكن ما تضطرش تبعت حاجة خالص. فاحنا كده تقريبا يعني احنا غطينا يعني ايه الحاجات الاساسية اللي انتوا محتاج تعملها عشان تقدم في الجامعة وازاي تبعتها. حبيت بقى ان انا اخدكم ستيب باي ستيب كده، ان انا داخل اقدم في جامعه وقعدت اخد سناب شوتس كده بحيث ان تشوفوا البروسيس بتبقى عامله ازاي. فانا افترضت ان انا عايز اقدم يو سي بيركلي، دي جامعه مشهوره هنا في كاليفورنيا في امريكا. فانا اول حاجه انا ما اعرفش الجامعه اصلا الويب سايت بتاعها ايه، دخلت على جوجل وعملت سيرش على يو سي بيركلي جرادويت ادمشن. لو انت كتبت يو سي بيركلي ادمشن هيدخلك على الاندر جرادويت، يعني برضو الاندر جرادويت في ناس بتقدم خلاص ثانوية عامة، ده فانت اكتب جرادويت ادمشن، تلاقي اللينك دي دوست عليها فتلاقي لي الشكل اللي تحت ده، ومنه دوست على جرادويت بروجرامز اند ديدلاينز، تمام؟ فخليني فلما دوست على جرادويت بروجرام اند ديدلاينز لقيت بقى ايه، ان انا مثلا الكتريكال انجينيرنج لقيت ان الديدلاين في 15 ديسمبر 2014، وان هم عندهم الديجريز دي، عندهم ماسترز بس او ماسترز وبي اتش دي مع بعض او بي اتش دي بروجرام، وبيحتاجوا جي ار اي. طبعا جي ار اي ده في امريكا عاده بيطلب، ولو انت واحد اللغه الاصليه بتاعتك مش انجلش لازم هتضطر انك تعمل توفل والايلتس، ما تتخدعش ان انت هنا مطلوب جي ار اي بس،
هو المطلوب معناه ان انت مش محتاج تعمل التمرين. هتعرف التفاصيل دي اكتر لما تبدا خطوه خطوه، لما هنكمل هتلاقي نفسك. فخلاص انا اول حاجه عرفتها الديدلاين بتاع التقديم، الابلكيشن لازم تبقى خلصانه ومتقدمه قبل 15 ديسمبر 2014. ده انت بتقدم 2014 في ديسمبر عشان تتقبل في الفول اللي هو شهر 9 بتاع 2015، فبتقدم قبلها بتسع شهور. طيب ثاني حاجة عملتها دوست على الادميشن ريكويرمنت. فلما دوست على الادميشن ريكويرمنت لا شايف في معلومات كده، انا خدت سناب شوت بس انا حاولت الخصهم بسرعة. الادميشن ريكويرمنت في يوسي بيركلي ان انت على الاقل يكون معاك بكالوريوس من جامعة معتمدة، يكون الجي بي بتاعك اكتر من 3.0، يكون التويفل اي بي تي سكور بتاعك اكتر من 90، اكتر من او يساوي 90، وحاطين الانستيتيوشن كود بتاع بيركلي. الانستيتيوشن كود ده انت مش شرط تكون عارفه، ده لما بتيجي تمتحن وفي الاخر في حاجه اسمها ان انت تبعت الفري سكور بتاعك لبيركلي. لو انت عارف الانستيتيوشن كود هتكتبه على طول، لو انت مش عارف انتوا سامعيني يا جماعه عشان انا بس في حد. طيب فلو انت عارف الانستيتيوشن كود هتكتبه، لو مش عارف دي من جوه السوفت وير اللي بتستخدمه في الامتحان انك تسيرش على اسم الجامعه، فانت تبقى عارف اسم الجامعات اللي عايز تقدم عليها. مكتوب بقى على بيركلي ان انت امتحان التوفل اللي متاخد قبل 1 جون 2013 يعني من سنه مش هيتقبل. فده معناه ان انت ما تحاولش تاخد التويفل بدري قوي، يعني ما تحاولش تاخد التويفل مثلا. يعني انت افترض ان انت في دلوقتي في بكالوريوس وعارف ان انت عايز تعمل ماجستير وبعد كده هتقدم، ما تاخدش التويفل من دلوقتي. يعني لو خدته من دلوقتي اي نعم هو فاليد لمده 5 سنين تقريبا، بس في جامعات كتير يقول لك لا، لو هو بقاله سنه ونص مش هيقبلوا. يعني انت المفروض تقدم الديدلاين في بيركلي في ديسمبر، وهما اي حاجه قبل في ديسمبر 2014 واي حاجه قبلها في سنه ونص اللي هو شهر 6/2013 مش قبلينها، هيبقى ملهاش لازمه ان انت تضيع الفلوس على الفاضي. كاتبين برضو في الجي ار اي كاتبين ايه الكود بتاعهم، بس انا زي ما قلت مش محتاج تعرف ايه الكود ده. وكاتبين نفس الكلام ان انت الاكزام اللي قبل 1 جون 2013 مش هيقبلوه. تمام. الديبارتمنتس ممكن تلاقي عندهم بقى تفاصيل اكتر عن الجي بي اي بتاع، يعني انت ده بيركلي عموم، بس ممكن تلاقي تفاصيل اكتر في الكتريكال انجينيرنج او ميكانيكال انجينيرنج او سيفل انجينيرنج، او ان انت لو مقدم مثلا ميد سكول او يعني اي جامعه او اي يعني كليه. فتلاقي مثلا في التويفل ممكن تلاقي حاطط لك تفاصيل اكتر عن الليسننج والرايتنج والسبيكنج، كل سيكشن عايزين فيه كام او يفضل يكون فيه كام. فلازم تبص على الديبارتمنت ريكويرد. فبعد كده انا خلاص عرفت شويه تفاصيل ده عن الادمشن ريكويرمنت، وعرفت برضو ان هم عايزين الاتي، ان انت بتقدر في الاول في الابلكيشن تقدر تعمل ابلود للانوفيشال ترانسكريبتس. الانوفيشال ترانسكريبتس اللي هي الشهاده بتاعتك اللي بتاخدها من الشهاده المفصله اللي بتاخدها من الجامعه، تقدر تبعتها لهم يعني تعمل مجرد تعمل لها سكان وتعمل تحطها على السيستم. تمام. انت بقى بتحتاج الاوفيشال لو اتقبلت في الجامعه ساعتها هيطلب منك الشهادات دي فعلا، ولازم بقى هتلاقي كاتب لك الشهادات لازم تبقى بالاوريجينال لانجويج، يعني احنا في حالتنا لازم يبقى تبعت لهم الشهاده بالعربي وبالانجليزي، ولازم يكون عليها يا اما الطابع او ختم الجامعه والامضاء بتاعه. عاده بتحط الشهاده في ظرف كده مقفول وتتمضي من ورا على الظرف عشان يبان ان ما حدش فتحها قبل كده. فدي على فكره من احد الحاجات اللي انا عاده بتضطر تبعتها، هي لان في جامعات تانية بتعرف تبعت الكترونيكلي، بس عندنا في مصر وكده ما فيش الكلام ده. فعاده الشهادات المفصله لو الجامعه محتاجها بتضطر تبعتها عن طريق اي ميل بقى فيدكس او البريد المصري او اي حاجه. بس الميزه ان انت ما بتضطرش تعمل الكلام ده في الاول، بتعمله لما بتقبل بس في الموعد. كاتبين ان هم محتاجين على الاقل 3 ريكومنديشن ليترز، وكاتب لك الريكومنديشن ليتر المفروض يكون فيه، يعني هو بقى كاتب لك تفاصيل. فانت دي من الحاجات اللي تحاول من الاول تخلي الريكومندر بتاعك يبقى بيغطيها. هتلاقي يعني انت لما هتبص على كذا جامعه هتلاقي بقى في حاجات مشتركه كده، فتبدا من الاول
لان انت اكيد مش هتعمل ريكومنديشن ليتر لكل جامعه غير التاني، فانت حاول تكفر معظم الحاجات اللي معظم الجامعات طالبها. وكاتبين في الاخر ان الابلكيشن فيه من غير النون يو اس سيتيزنز يعني اللي هم معهمش الجنسيه الامريكيه 110. فكل دي معلومات بتعرفها من الويب سايت بتاعهم. طيب ده كل ده معلومات عامه. انا بعد كده دخلت على الديبارتمنت بقى نفسها، الديبارتمنت اللي هي الكتريكال انجينيرنج وكمبيوتر ساينس. فتلاقي كاتب لك بقى تفاصيل ان انت الابلكيشن ديدلاين في يوم زياده 16 ديسمبر ما هوش 15. كاتب لك بقى الديدلاين بتاع السبلمنتال ماتيريال اللي هي ايه بقى السبلمنتال ماتيريال دي؟ اللي انت التست سكورز يعني انت معاك طفل وجيري في اللحظه بس عرفت السكور بتاعك في ساعتها لانه بيطلع لك على السوفت وير على السيستم اول ما تخلص امتحان بيطلع لك السكور كل حاجه ما عدا اللي هي فيها رايتنج. بس السكور ده على ما يتبعت للجامعه ويطلع الاوفيشال ترانسكريبت بياخد وقت. فده ممكن يوصل بعد الديدلاين بتاع ديسمبر. هو كاتب لك انه لغايه معاك لغايه 6 يناير. ممكن برضو الريكومنديشن ليترز توصل بعد الديدلاين بتاع 16 ديسمبر. بس الديدلاين بتاع 16 ديسمبر ده الابلكيشن ديدلاين، يعني انت لما بتبدا الابلكيشن وهيبان الكلام ده كمان شويه لازم تكون حطيت الايميل بتاعت الريكومنديشن بتاعتك وعملت سبميت للابلكيشن قبل 16 ديسمبر. ممكن بقى الريكومنديشن ليتر نفسه يوصل لغايه 6 يناير. بعد كده مش عارف الديسيجنز بيرد عليك انت اتقبلت ولا لا، عاده كاتب لك في مارس او ابريل السنه اللي بعدها اللي هو 2014. والبروجرام بيبدا في اغسطس 2014. لو تلاحظوا كل ده بنتكلم على ادمشن بتاع السنه دي لان هو هنكتشف ان هو لسه ما فتحوش ادمشن بتاع السنه اللي جايه. كاتب لك ان الكوار جيري لازم تكون واخده ما بين 6 شهر 6 2009 لغايه 11 2013. بس التويفل كاتب لك ان 6 2012، يعني ده معناه ان هو يعني الديبارتمنت ممكن تقبل تويفل اقدم شويه. فده مختلف عن اللي كانت الجامعه كاتباه، لان الجامعه كاتباه ممكن مثلا تبقى الديبارتمنت بتاعت الانجلش واللينجوستكس محتاجين يكون التويفل يكون اجدد مثلا او حاجه. فانت برضو مهم، انت في الاخر الديبارتمنت هي الاهم. طيب كانوا برضو كاتبين required materials، كاتبين ان هم عايزين حاجه اسمها statement of purpose، وده احنا اتكلمنا عليها انت ليه مقدم في البروجرام ده وعايز تعمل ايه في خلال البروجرام وعايز تعمل ايه بعد كده. ده اللي احنا كتبناه، انت عايز تكلم الاكاديميا ولا تكلم الاندستري، وانت شايف ان ليه موضوع انك تعمل ريسيرش او ماجستير ودكتوراه هيفيدك. بس كانوا طالبين حاجه ثانيه، statement ثانيه، ودي مش في معظم الجامعات بتطلبها بس بيركلي كانت طالبه حاجه اسمها بيرسونال هيستوري ستيتمنت. وده يدل ان انت مهم انك تعرف كل جامعه عايزه ايه. هو كاتب لك بقى ايه اللي من الماضي بتاعك خلاك تقرر ان انت تخش في المجال ده، وايه اللي من برضه من الهيستوري بتاعتك خلاك تنجح في المجال دوت، وايه الاهداف بتاعتك المستقبليه. فدي حاجه محتاج تحضرها قبل الابلكيشن قبل الديدلاين بتاع ديسمبر. Again ال 3 recommendation letters خلاص انت بصوا على التفاصيل اللي بيحتاجوها. والجي بي اي كاتب لك حاجه ان انت لو واخد لو اليونيفرستي بتاعتك من بره اليو اس اي انت اصلا ممكن تسيب الجي بي اي سكشن ده فاضي، مش لازم تكتب انت خدت الجي بي اي بتاعك كام، ولو اني ما زلت انصح ان انت تكتبه يعني لان انت عاده انت كاتب لما تبص على الابلكيشن يستحسن يبقى في جي بي اي، بس لو لسبب ما انت مش عايز تحطه او مش عايز تكتبه اوريدي لو انت واخد ديجري من بره امريكا مش محتاج تحطه. طب احنا قربنا نخلص، فانا بدات اخش كده. انا فوجئنا بعد كده ان الابلكيشن بتاعت بيركلي مش مفتوحه في 2015 كانتش لسه مفتوحه، ما كنتش عارف ابدا الابلكيشن اصلا. فجربت على سافر برضه من الجامعات المشهوره. فبدات ستارت ابلكيشن، يعني قعدت ادور لغايه ما بتشوف فين ستارت. اول ما بتبدا ستارت ابلكيشن بيطلع لك هل انت اوريدي كان عندك ابلكيشن فتكتب الايميل بتاعك والباسورد، ولا عايز تكريت نيو اكونت، فطبعا تكليك على كريت نيو اكونت هنا. طيب لما بتقول كريت نيو اكونت هتلاقي عايز بقى منك شويه معلومات، هتلاقي عايز منك الايميل، عاده بيطلب ايميل او لوجن اي دي، بيخليك تحط باسورد وتكونفيرم الباسورد ده وشويه معلومات اسمك وكده وتاريخ ميلادك
وانس ان انت دخلت المعلومات دي هتلاقي بيجي لك كونفرميشن ايميل على الايميل بتاعك عشان فعلا تاكتيفيت الاكونت، عشان يتاكد ان انت فعلا الايميل ده بتاعك. هتدوس على اللينك اللي في الاتاتش ايميل ده وهتلاقي الاكونت بتاعك بقى اكتيفيت. وانس ان انت بقى اكتيفيتد هتخش تاني على الابلكيشن وتعمل لوجن بقى. فستانفورد فيه 15 ستيبس في الابلكيشن، 15 خطوه، وانت طبعا خطوات مش لازم تعملها كلها مره واحده، فتقدر تعمل سيف في اي وقت وتكمل بقى. فستيب 1 و 2 كانوا مجرد انفورميشن، اسمك ايه والميدل نيم ومتجوز ومين ولا فيميل واتولدت فين وايه جنسيتك وشويه معلومات كلها جنرال. بعد كده الاثنيسيتي، الاثنيسيتي دي ايه يعني الريس بتاعك، انت يعني هل انت من امريكا اللاتينيه، هل انت من الاسكا. احنا عاده بنصنف ان احنا وايت وميدل ايست، هتلاقي في ميدل ايسترن بيصنفونا ان احنا وايت، هتلاقي في سكشن كده وايت تختار ميدل ايست. بتفرق شويه من كل جامعه للتانيه بس احنا عاده في الوايت. ما تتلخبطش، وعشان احنا من افريقيا في ناس قالوا لي ان هم بيختاروا في حاجه بتلاقيها اسمها افريكان امريكان، افريكان امريكان دي حاجه تانية خالص، فانت مش افريكان، انت مش امريكان. فانا حتى لو معاك جنسيه امريكيه وانت في مصر انت مش افريكان امريكان، افريكان امريكان دي حاجه تانية. طيب والخطوه الرابعه اللي كانوا عايزينها الكونتاكت انفورميشن، هيحتاجوا عنوانك، والعنوان ده لازم تكتبه عنوانك بتاع مصر طبعا، لان انت هتلاقي فيه ورق هيبعته لك. يعني انت لما بتتقبل في الجامعه بيبعتوا لك حاجه كده اسمها اي 20، وبتحتاج الورق ده عشان تروح بالسفاره وتاخد الفيزا. فلازم تكتب عنوان كويس برقم الشقه بكل حاجه. طيب دي الخطوه اللي بعد كده. بعد كده بتختار البروجرام، هتلاقي بيقول لك انت بتقدم بقى على ايه، دكتوراه ولا ماستر. وانا هتلاقي في حاجه كان قعدت دورت، هتلاقي حاجه اسمها الكتريكال انجينيرنج بي اتش دي، بس لما دوست عليها لقيت ان في ستانفورد الادميشن بتاع فول 2015 هيفتح في نص شهر 9. فانا كملت بقى من جامعه ثانيه اللي اسمها يو سي ال اي، فيعني احنا كوكتيل من الابلكيشن بروسيس، فهكمل بقى معاكم من يو سي ال اي. فالخطوه اللي بعد كده ان انت في يو سي ال اي بقى اخترت القسم بتاعك. فلما اخترت الريسيرش بروجرام بتاعك هتلاقي بقى جواه كاتب لك ايه الريسيرش انتست. انت بقى انت اخترت الكتريكال انجينير، انت عايز تشتغل ايه؟ عايز تشتغل سيركتس وامبيد سيستم ولا فيزيكال ويفز ولا سيجنالز وسيستم. ولما تختار حاجه منهم بيطلع لك حاجه بقى اللي هي ليها علاقه في كل سيكشن، انت ايه بقى بالظبط، يعني في السيركت عايز تشتغل انالوج ولا عايز تشتغل ديجيتال ولا عايز تشتغل في اس اي ديزاين ولا راديو ولا كلوك، تفاصيل كتير. طبعا اللي بيبقى لحد ما عنده ريسيرش اكسبيرينس شويه بيبقى عارف شويه، وكاتب لك تختار اب تو فور، يعني تختار انت اربع حاجات انت مش عايز تشتغل فيها، ولو انت اخترت حاجه تانية هتلاقي في حاجات تانية تختار. فده دي ريسيرش انترست بتاعتك اللي بتخليهم يعرفوا انت مين الدكاتره اللي المفروض يشوفوا الابلكيشن بتاعتك. مش بس كده، ده هو كمان كان كاتب لك ايه الانيشال ادفايزرز اللي انت تحب تشتغل معاهم، مين الدكاتره، وكان في بقى لسته الدكاتره. فانا اخترت دكتورين مثلا في المجال اللي انا عايزهم، فبتختارهم. فده معناه ان انت طبعا قبل ما تعمل الابلكيشن تكون بصيت على الديبارتمنت وعرفت مين الدكاتره ومين الدكاتره اللي انت عايز تشتغل معاهم اصلا. ويفضل كمان ان انت تكون بدات تتراسل معاهم من قبل كده. الحاجه الثانيه، هل انت seeking financial support؟ طبعا عاده بنكتب يس. عايز financial support عن طريق ايه؟ هل عن طريق تدريس بس ولا عن طريق research ولا عن طريق بس منح؟ في ناس ما بتبقاش عايزه تدرس مثلا، فانت يستحسن تكتب any of the above، بحيث ان يعني اي funding موجود يقدروا يساعدوك بيه. وبرده كاتب لك هل انت معاك fund لاول سنه؟ عاده ممكن تيجي اول سنه على حسابك وبعد كده هم فلو انت معاك فند هتكتب يس، لو مش معاك هتختار نو طبعا. انا انصح ان انت لو انت حتى لو معاك خليها للظروف القهريه، فمش شرط انك تروح الاول، يعني افضل انك تكتب نو، ولو هم قبلوك كان بيها ساعات بيقبلوك من غير فند، وانت برضه ساعتها هتضطر تروح لوحدك يعني. طيب الثاني السكشن اللي بعد كده كان عايزين بقى الاكاديميك بتاعتك، تكتب بقى انت اتخرجت من انهي جامعه، هتكتب بقى كل يعني لو معاك ماجستير هتكتب انك خدت ماجستير، وتكتب البكالوريوس بتاعك،
كل جامعة ليها حاجة اسمها انستيتيوشن كود. فجامعة القاهرة طبعا انت مش هتبقى عارف ايه انستيتيوشن كود، فهتعمل لوك اب وهم هتسيرش على جامعة القاهرة في مصر هيطلع لهم، فتكتب بقى انت اتخرجت منين وايه الموجود بتاعك وايه الديجري اللي انت خدتها دي كانت ماجستير وايه الجي بي اللي خدته، وهتعيد الكلام ده لكل ديجري. وفي الاخر هتلاقيه بيسألك انك تعمل ابلود للان اوفيشال ترانسكريبتس بتاعتك، يعني هتعمل سكان وابلود للشهادات المفصله التقديريه اللي هي شهادات التقدير المفصله بتاعتك. وطبعا لازم تبقى هنا بالانجليزي، ممكن تحط كمان بالعربي بس هو الاهم اللي بالانجلش. ولو انت هتقدم في جامعة تانية بلغة تانية لازم تقدمها باللغة بتاعتهم طبعا. بعد كده كان التست سكورز بقى اللي هي التوفل والجي ار اي، هتلاقي في سيكشن التوفل كده كاتب لك بقى انت ايه السكورز بتاعتك وخدت كام في الريسننج وفي الريدنج وفي السبيكنج. انا شفت السؤال هو ليه السكول ده انوفيشال؟ انوفيشال لان هي ما عليهاش، لازم تتبعت لهم من الجامعه، عليها ختم وعليها طابع مثلا بتاعهم ومقفوله بظرف، فتبقى الجامعه اللي بعتها لهم. فانما قالوا في الشهاده دي ان انت، لان انت لو عملت سكان انت ممكن تغير في اي رقم، يعني انت ممكن بفوتوشوب تقدر تغير في رقم فما هوش اوفيشال بالنسبه لهم، لان انت ممكن تلعب في الريزلت بتاعه. الاوفيشال ان هو يتبعت لهم من الجامعه نفسها. طيب تاني الموضوع ده برضو نفس الكلام في الجي ار اي، بيسالك بقى هل انت اصلا اخذت الجي ار اي بس لسه ما خدتش السكور، ولا ان انت خدته يعني في تفاصيل كتير، ولا اللي انت لسه ناوي تمتحن، ولا ايه بالظبط. هو في الاخر اهم حاجه السكور عندهم يوصل قبل الديدلاين بتاع السبلمنتال ماتيريال. فانت ممكن تلاقي نفسك عملت سبميت مثلا للابلكيشن وفور سام ريزون ما انتش عارف كل يعني ما انتش عارف مثلا اناليتيك رايتنج سكور كام، يعني هو لسه ما عرفتوش. فده عايز بعد كده كان في سيكشن في UCLA عن الاوردز والبابليكيشن بتاعتك لو انت عندك حتى اي منح قبل كده، ولو انت عندك اي بيبرز. وكان اخر حاجه الستيتمنت اوف بيربس، هو طالب منك انك تعمل ابلود للدوكمنت وتحطها. وكان النكست سيكشن كمان طالب لو ان انت عندك بروفيشنال ورك اكسبيرينس، لو انت عندك حاجه ليها علاقه بالشغل اشتغلت في حتت قبل كده ممكن تحطها. الحاجه اللي بعد كده كان طالب الريزومي برضه تعمل ابلود، وكل ده زي ما انتم شايفين على السيستم بتعمل ابلود لكل حاجه، مش محتاج تبعت حاجه خالص. فالريزومي هتعمل لها ابلود. كان في سيرفي في الاخر كده في يو سي ال اي اللي انت سمعت ازاي عن يو سي ال اي، وبيسالك ايه الجامعات الثانيه اللي انت قدمت فيها. وده كان اوبشن ممكن تكتب ولا لا، يعني ممكن تكتب ان انت قدمت في جامعات ثانيه، وهو انا شايفين ان انت قدمت في جامعات كلها توب سكولز ممكن يديك بس ان انت بني ادم متميز وكده، ممكن تكتب وممكن لا. وكان السيشن اللي بعد كده ان انت لو اي في دوكمنت اديشنال عايز تحطها، يعني في حالتهم مثلا لو في جات في جامعه طالبه اللي هو يعني كارير ستيتمنت بيربس كان في بيرسونال هيستوري دي ستيتمنت، فساعتها هحطها هنا. تمام. طيب ف بعد ما بتخلص كان السيشن اللي بعد كده ريكومندرز ريكومنديشن بروفايدرز ليست، دي الدكاتره اللي هيعملوا لك ريكومنديشن. بتخش بقى وتضيف دكتور هتلاقي في حاجه اسمها اد بروفايدر اهو، بتكتب اسمه او الحاجات اللي هي بولد دي معناها لازم تحط اسمه الفيرست نيم واللاست نيم، مش لازم عنوانه، مش لازم منين ولا حاجه، اهم حاجه الايميل. تمام، عشان هو ده اللي هيتواصل معاك بس. وتختار هو انت وتتاكد ان الميجر اللي انت مقدم فيه الكترونيك انجينيرنج، عشان لو هم الدكتور بعت عن طريق ميل عادي يعرفوا في الاخر لما يلاقوا اسمك يعرفوا يماتشوا انت في انهي قسم. كان في حاجه تانية ان في الاخر ان انت هل انت عايز do you wish to waive your right to examine this letter of recommendation، هل انت عايز تشوف الدكتور كتب عنك ايه ولا لا. لو انت هو من حقك الاثنين، لو انت كتبت do you wish to waive your right واخترت yes معناه ان انت مش عايز تشوف هو كتب عنك ايه، وده معناه ان انت واثق من نفسك، او معناه ان انت اوريدي شفت الجواب لو انت الكذب، او ان انت بتقول نو لا انا عايز اشوف الدكتور كتب عني. فعاده الناس ممكن تعمل كده لو ان انت الدكتور ما وردش وريت الجواب، فممكن تحب انك تشوفه بحيث انك تعرف في الاخر لو اتقبلت ولا اترفضت تعرف هو الريكومنديشن ليتر كان السبب ولا لا. انا في حالتي انا كتبت يس وما شفتش الجوابات، بس طبعا ده اختيار شخصي. اخر سيكشن في الابلكيشن كان بيخليك خلاص تسلمت الابلكيشن. طبعا ما تعملش الكلام ده غير لما تكون
كل السكشنز كومبليت، تقدر تعمل سيف وتلوج اوت وتخش بعد كده في اي وقت. وابون سبمشن بقى، لما تعمل سبميت بيسالك بقى انك تدفع اللي هي 110 دولار، فطبعا ساعتها هتكون محتاج طريقه دفع بقى، سواء كريدت كارد او اي طريقه الجامعه بتقبلها. فدي الابلكيشن بروسيس، يعني احنا خدناكم كده خطوه بخطوه ازاي بنعملها وازاي تبدا اصلا تدور على الجامعه وكده. في بس شويه فاينل ثوتس كده، ان انت خليك منظم، بمعنى ان انت هتلاقي نفسك لما هتقدم في جامعات كتير وهتتواصل مع دكاتره كتير هتلاقي الموضوع بيوسع جدا. انت يفضل ان انت الديدلاين للجامعات شهر 12 صح؟ في نورث امريكا يفضل ان انت تكون اوريدي تواصلت مع دكاتره من قبلها وبداوا يعني تحس ان هو لو ردوا عليك وتعرف معاهم فاندر، فالكلام ده يستحسن تعمله من اواخر مثلا او من نص شهر 9. هتلاقي نفسك بتتواصل مع دكاتره كتير وهتنسى بقى مين رد عليك ومين ما ردش، وكل جامعه ليها تفاصيل معينه غير التاني. فانا في حالتي انا كنت عامل اكسل فايل كده كان جواه كذا تاب، كان كل تاب لجامعه غير التانيه، وجوه كل تاب يعني مثلا دي جامعه مثلا بتاعت يو سي ال اي كنت بحط الديدلاين بتاعها كام والابلكيشن فيه كام وهم عايزين مثلا تويفل كام، تفاصيل ليها علاقه بالجامعه. وكنت بكتب اسم الدكتور والمجال بتاعه وانا بعت له ايميل ولا لا، وبعت له الايميل امتى ورد عليه ولا لا، بحيث ان هو لو ما ردش احاول ابعت له بعدها تاني. فتلاقي مثلا اقول الدكتور ده ما ردش، ده كل ده افتراض، ده مش بجد ما بعتش اصلا في سي ايه، بس لو ما ردش تروح بعت له مثلا بعدها اسبوعين تبعت له تاني وتكتب هو هل عنده فند ولا لا وايه ريسيرش ايه، وتقدر تزود اللي انت عايزه. التويفل مثلا هنا انا كنت كاتب هم كانوا كاتبين كل سيكشن عايزين فيه كام، بس ده كان المفضل، بس كان اتليست عايزين 87 توتال، يعني لو جبت في الليسننج 18 وفي الريدنج 20 مش هتفرق ما دام التوتال 87. فعشان كده انا كنت عامل بالاحمر هنا ان التوتال ده هو المهم عندهم. تمام. فانت ممكن تضيف بقى يعني لاين زي ما انت عايز، ممكن تكتب اي حاجه، يعني مثلا يو سي ال اي كانت طالبه حاجه ثانيه غير ستيتمنت اوف بيربز، كانت طالبه بيرسونال هيستوري ستيتمنت، فممكن تكتب الكلام. كل جامعه تعمل لها تاك مختلف، فخليك منظم عشان ما تلاقيش الموضوع منك ما بقيتش عارف تتابعهم. واخر حاجه يعني دي ريفرنسز، ده الريفرنس بتاع الدكتوره اللي هي في كارنيجي ميلون اللي كاتبه يعني بي دي اف، انا شايف انها مهمه جدا ومفيده جدا انك تقدم في الجامعات والبي اتش دي وريسيرش يعني ايه وكده. ودي ام اد ايست اللي هو عن طريقها تقدر تمتحن التويفل والجي ار اي. وبكده انا اكون نهيت الليكتشر دي، و يعني حظ موفق ان شاء الله في التقديم، ولو عندكم اسئله بقى اتفضلوا. طيب ناخد احمد في توح. ايه صحيح اخبارك؟ اتفضل. هل دلوقتي في الجامعات اليو كي بتطلب التقديم عن طريق موقع اليو كي، ومصاريف التقديم كنت عايز اعرف بس هل هي جامعات اليو كي كل الجامعات بتقبل التقديم عن طريق موقع اليو كي ولا ممكن يرسل ورق؟ طيب احد من المحاضرين يحب يجاوب؟ مش ممكن السؤال تاني؟ السؤال تاني ان جامعات اليو كي بتطلب التقديم عن طريق موقع اسمه اليو كي، فهل في طرق تانية للتقديم عن طريق ورق ولا هو كده بس عن طريق موقع؟ طب خالد مع لو حد ممكن يعيد السؤال. التقديم عن طريق الموقع بتاع الجامعة. لا هو موقع اليو كي ده انا موقع خاص بالتقديم بجامعات اليو كي كلها، الجامعات كلها يعني. طيب معلش يا جماعه، هو اليو كي ده عامل حاجه زي كده مكتب التنسيق، يعني حاجه كده شبه، يعني لو احنا قلنا هنشبهها بحاجه هو عامل كانه مكتب تنسيق اكتر اختصاصا بالاندر جراديويت. فانت كاندر جراديويت الجامعه نفسها مش هتقبل منك تقديم. لو انت بتقدم على حاجه اندر جراديويت هتفضل بكالوريوس مثلا هندسه، بكالوريوس او معرفش بكالوريوس اي كاز معرفش اسمها ايه، مهم يعني، فهتدرس في اندر جراديويت فانت بتقدم فيه وهي بتاخد الابلكيشن بتاعتك وبتبعتها للجامعه اللي انت تختارها.
في مواعيد تقديم فيها، وفي وحسب ما ممكن جامعة تقدرك، ممكن جامعة تفضلك حاجات زي كده، وليها ابلكيشن فيه. ممكن كمان في حالة البوست جرادويت تبقى فيه ماستر في الماستر اللي هي مش ريسيرش، في الماستر الدراسية، بس ما شفتش حد قدم من عليها بصراحة. انا فكرتي في الموضوع مش ما عنديش، هو كل معلوماتي عن الموضوع كده. اللي انا اعرفه برضك ان الجامعة عندنا كانت عايزة تقبل ابلكيشن اونلاين، مفيش مشكلة ان انت تدخل وتعمل ابلكيشن للماستر بتاعك الاونلاين. فجرب واسأل الجامعة، يعني كل جامعة ممكن تقول لك لا، بس يعني لا انا ممكن تقدم اونلاين عندي، وممكن لا لازم تبع اليوكاس. تمام، بس اليوكاس ده ضروري في ميعاد معين للتقديم، واكتر حاجة في الاندر كاس. تمام. طيب شكرا يا احمد على السؤال. طيب حد تاني يا جماعة يحب يسأل صوت، بس يا اما يعمل اشارة او يكتب في الشات ان هو عايز يسأل المايك. طيب في احمد العليمي، اتفضل يا احمد. الو، اتفضل اسال عربي. دلوقتي انا كنت في عندي سؤالين بس عاوز اسالهم. اول حاجه دلوقتي لما هاجي ان انا اتواصل مع الدكاتره، وعاوز اسال عن طريقه التعامل مع الدكتور ده بالنسبه للطلبه اللي هم سواء الموجودين او اللي هم كانوا اتخرجوا من تحت ايده قبل كده، ايه الاسئله اللي انا ممكن اسالها دي بحيث ان انا يعني اخد صوره كده عن المعمل جوه وضعه عامل ازاي؟ شكرا يا احمد. اتفضلوا يا جماعه. ستسأل الطلبة اللي معاه، وانت ممكن اصلا الجامعة اللي انت هتقدم فيها اولا تحاول تدور اذا كان فيها اي طلبة عرب او مصريين او كده في الديبارتمنت في القسم ده، وعادة بيقدروا يفيدوك. انت ممكن تبعت لهم وهم يقدروا يسألوا، طبعا لما بيبقوا في الجامعة وموجودين بيبقى اسهل كتير ان هو يقدر يسأل عن سمعة الدكتور، وهو مشهور بطريقته في التعامل مع الطلبه ازاي وكده. لان هو ساعات كتير لما بتبعت للطلبه، انا مثلا بعت ساعات لطلبه كانوا في مع الدكتور ده نفسه، ساعات ما بيردوش يردوا، ساعات ما بيشوفوش الايميل. فهو افضل حاجه في الاول انك تشوف اصلا دكاتره طلبه تانيين سواء انت تعرفهم او دكاتره او طلبه عرب او مصريين تبعت لهم، حتى لو هم مش شغالين مع الدكتور ده، ما دام ان هم في نفس القسم او حتى لو في نفس الجامعه. هما ممكن لو هما في نفس الجامعة يقدروا يوصلوا لطلبة تانيين في القسم ويقدروا يفيدوك. تاني حاجة، انت الأسئلة اللي محتاج تعرفها بيتعامل مع الطلبة ازاي؟ بيشغلهم بيحترمهم وفي التعامل ولا لا؟ هل في ناس بتبقى مثلا، يعني أنا اتعاملت مع دكاترة كانوا بريتش، بصراحة التعامل معهم صعب، يعني بيبقوا عناف جدا كده وبالسهلين، يعني بيبقوا very strict. ممكن تلاقي ناس ممكن تتعب من التعامل معه. فانت عايز تعرف طريقته في التعامل، هل في طلبه كتير بتسيب الجروب ولا لا؟ ده حاجه مهمه جدا تعرفها، لان لو في طلبه كتير بتسيب الجروب، يعني كل سنه مثلا في دول طالب ولا اتنين بيسيب الجروب، يبقى تعرف ان هو في مشكله. تمام. بس والحاجه الاخيره، هل بيشغلهم بقى كتير ولا يعني الورك لود عامل ازاي، وبيحترم ان هو لو عندهم مثلا ظروف ولا لا وكده. بس يعني دي حاجات الى حد ما كده كده هتشتغل كتير يعني. بس ده دي الاسئله اللي عندي، ولو في حد عنده اضافه يتفضل. طب معلش سؤال تاني بس معلش. طب قبل السؤال الثاني كده، ممكن نسمع من دكتوره رحاب اخبار الدكاتره البريطانيين ايه؟ تمام. لا هو لا انا صراحه يعني لا السوبرفايزر بتاعي كان في الاول صعب، بس لا يعني هو التعامل كان كويس، وانا حبيت التعامل اصلا بتاع الدكاتره البريطانيين التزاما في التعامل. يعني لو انت هتسال، معروف قوي ان في ميتنج اسبوعيه، فانت انا ممكن بقدر تسال اذا كان في هو بيعمل ميتنج اسبوعيه، بيبقى مطلوب منك ان انت تقرا اوراق بحثيه، بيبقى يعني مطلوب منك ايه في الميتنج، يعني ايه اللي بيحصل في الميتنج ده. تمام. فبرضك على اساسه هو ممكن انت تحكم على الدكتور ده الاكتيفيتي ازاي بتاعته. يعني في دكتور بيطلب منك ان انت لازم تعمل برزنتيشن للورك بتاعتك كل اسبوع، ممكن دكتور يقول لك لا لازم تقرا ورقه بحثيه وتتناقشوا فيها.
فهو بيبقى ماشي ازاي الميتنج، بيبقى عدد الناس اللي في الجروب بتاعهم، بيعمل معاهم ميتنج قد ايه اللي انت هتنضم له. التاني برضك الدكتور ده الرينج اللي هو بيخلص فيه قد ايه، لان الدكاتره بيبقى معروف، هو في دكتور بيبقى بيحب ان الطلبه بتوعه يخلصوا بدري، في دكتور لا ما بيحبش الطلبه بتوعه يخلصوا بدري. يعني في الحاله عندي انا الدكتور بتاعي كان معروف ان هو بيحب يخلص الطلاب بتوعه بدري، خلصت في 3 سنين بالظبط خلصت. فحسب ما انت يعني، فدي من ضمن الاسئله يعني. هو في اكيد اكيد حاجات استفسارات كتير، وبرضك انت مش بتبقى ضامن السوبرفايزر بتاعك، او يعني هو لما بتروح هناك يبقى التعامل على ارض الواقع مختلف يعني. تمام. السؤال الثاني بس معلش لو سمحت، بس عشان اديك مثال انا في حالتي، انا لما جيت قدمت على الدكتوراه، انا الدكتور اللي انا قدمت معاه في الجامعه كان الببليكيشن بتاعته كتيره جدا، وكل سنه بيعملوا ببلش، فكان معاملنا كنت عارف ان هم كويسين جدا، وكان معاه فند، وكان في المجال اللي انا عندي اشتغل فيه. بس انا اول ما جيت كده ودخلت الجوين جروب عندهم، لقيت 2 من الطلبه مشوا. وفعلا بعد التعامل بعد تاني ترم انا كنت يعني اكتشفت يعني ان هو فعلا كان ما كانش اختيار موفق. ومع اني كنت يعني قبل ما اروح بعت لاحد الطلبه اللي عنده في الجروب وما ردش عليا، بس انا ما حاولتش ان انا اتواصل مع طلبه تانيين عرب وخليهم يسالوا، او طلبه تانيين مصريين يسالوا لي عليه، لان للاسف ما كانش في طلب عرب في القسم ده، بس انا ما حاولتش اشوف الطلبه في احسن طريق. المهم انا بعد الترمين انا سبته، واحد تاني سابني، يعني هو السنه اللي انا رحتها 2 سابوه، وتاني سنه 2 تانيين سابوه، مع ان على الويب بيج تعرف ان هو دكتور كويس جدا. طبعا ده للاسف بيعطلك، يعني انت بتتعطل سنه كان ممكن ان انت تستفيد بيها اكتر وتتخلص اسرع. فهو مهم جدا الحكايه دي. انا يعني انصح كل حد ان هو حاول تسال بقدر الامكان، سواء طلبه في نفس القسم او تشوف طلبه من قسم تاني يسالوا لك. والحاجه اللي الدكتوره رحاب قالتها، الافريج الطلبه بتقعد معاه قد ايه قبل ما يخلصوا، دي برضه نقطه مهمه جدا. السؤال الثاني بس باختصار، دلوقتي ازاي بعد ما اتواصلت مع الدكتور اساله بطريقه ايه نوع انواع الفند اللي عنده وممكن يكفر لحد فتره قد ايه من الدكتوراه؟ طبعا ما تفكرش يبقى سؤال مباشر. لا السؤال ده عادي جدا يعني، بالذات في امريكا وفي كندا، ما اعرفش فيه ايه الموضوع، بس في امريكا وفي كندا عادي جدا ان هو ان انت الاول هتقول له ان انا عايز اشتغل معاك وكده، ولو هو وافق فممكن عادي جدا في ثاني ايميل تقول له طب يعني هل في فند للبروجكت ده ولا لا؟ مش مفيش طالب متوقع منه ان هو يجي يعمل، انا بتكلم على الدكتوراه. لو ماجستير طبعا ده سنه ونص بالكثير سنتين، فممكن تضطر انت تدفع، انما مفيش طالب دكتوراه متوقع منه ان هو يدفع مصاريف الجامعه كلها معاه. ليه؟ لان مثلا في امريكا الافريج ان انت كل سنه في الدكتوراه بيتصرف $50,000، فمعناه في 5 سنين $250,000، ربع مليون دولار، فيعني مبلغ صعب جدا حد يكون معاه. فعاده طبيعي جدا ان انت تسال على الفند، وهو عاده الديبارتمنت بتسال يعني بتوفر، فانت اساله هل في فند للبروجكت ده ولا لا؟ دي احسن طريقه للسؤال يعني، فهو هيرد عليك اذا كان هو معاه فند، ولا الجامعه هي اللي هتفندك، ولا ايه بالظبط. شكرا يا احمد على السؤال. في محمد عتبه برضه عايز يسال، هو يسال سؤال بس هضيف حاجه معلش ممكن؟ اتفضل. هو بس انا بلاحظ حاجه، او يعني هو فينا كلنا يعني، ان احنا بنخاف نسأل اللي احنا عاوزينه للدكاتره. لا انا مش شايفه ان انت تخاف، لا انت اسأل اللي انت عاوزه، وهو مش هيكسف ان هو يرد عليك. يعني انت لو انت عاوز تسأل على فند تقعد بقى كابت السؤال ومش عارف ان انا اسأله ولا لا، وهيتاخد الموضوع وحش وهبقى شكلي وحش. لا لا، هو لو مش عاوز يرد مش هيرد، لو عاوز يرد هيرد، ومش هياخد عنك الانطباع اللي انت فاكره او هي يعني. لا هو تفكيره مختلف خالص، وساعات بتكتشف ان انت المفروض كنت تسال اصلا عشان تبقى عارف، وان لان انت ما سالتش حقك ضاع يعني الموضوع، عشان انت ما سالتش في الموضوع ده ما ادهولكش، مع ان هو بيدير كل الناس. فدي حاجه مهمه جدا ان انت ما تخافش تسال اي سؤال. بس كده شكرا. الدوكمنت اللي الدكتوره كتبها كاتبه ان انت التعامل معاك بينك وبين الدكتور بتتعاملوا على انكم بيرز، يعني ان انتوا هو المفروض يتعامل معاك على مش ان انت شغال عنده.
انت لما تخلص دكتوراه تبقى زيك زي انت بقى معاك دكتوراه، بتبقى انت النقطه اللي انت اشتغلت فيها هتلاقي نفسك فاهم فيها اكتر منه، لان انت قعدت فيها وركزت فيها اكتر منه طبعا، فعاده بتبقى انت عارف تفاصيل شغلك اكتر، فهو المفروض بيتعامل معاك كند بالند يعني، ان انتوا الاثنين في نفس المستوى. وعشان كده حتى هنا في عمرك ما في امريكا بتلاقي الناس بتنده الدكاتره تقول له يا دكتور فلان، او يعني بتندههم بالفيرست نيم، هو لو اسمه مايكل هتقول له مايكل، مش هتقول له دكتور مايكل او بروفيسور مايكل. طبعا في الايميلات لازم تكتب كده، بس بعد كده في التعامل بتلاقي ان الموضوع سلس جدا، وده برضو معناه ان انت ما تخافش وما تكسفش ان الدكتور هيحب يقول ان انت تسال اي حد، وده حقك. طيب محمد قصر تفضل. محمد قصر، انا بس كان لي هما سؤالين سريعا يعني. بالنسبه للشيء الاول، انا شايف ان في تحويلين مختلفين. ثاني حاجه بالنسبه للبي اتش دي والماستر، هل ان انا لما اجي مثلا اقدم، كنت سمعت محاضره قبل كده، انا لما باجي اقدم على منحه البي اتش دي بتبقى الماستر انكلودد في معظم الجامعات في البي اتش دي؟ وبالنسبه ايه انسب معدل التويفل والجي ار اي اخده وانا دلوقتي طالب في سنه، يعني انا رايح رابعه فيزياء جامعه المنصوره؟ محمد ده تقريبا نفس السؤال اللي اتسال امبارح في المحاضره، ولا في اختلاف؟ للتوفل جي على حسب الجامعه بتاعته، على حسب هو هتقفل امتى، يعني هو هيقدم مثلا امتى، فلازم يعمل حسابه قبل التقديم ده مثلا بشهر، ان هو بيحضر بيمتحن اكتر من شهر كمان، لان هو تحضيره شهر مثلا، فالمفروض يحجز قبل الامتحان بشهر، والنتيجه بتنزل بعد 10 ايام او اسبوعين. فما اعتقدش ان هو حتى في سنه رابعه مش هتقدم دلوقتي، يعني لسه هتستنى لما حتى شهادتك تقرب عشان تاخد درجاتك يعني. فانا مش عارفه الصراحه بالظبط يقدم امتى. انا هضيف حاجه بس، انا ما اعرفش هو اول سؤال كان له علاقه بالجي بي اي ولا كان ايه؟ انا اول حاجه بيسال ان في تحويلتين مختلفين. التحويل بتاع الجي بي اي كان في تصنيفين موجودين. طيب احنا ممكن نرجع للسلايد اللي هو سلايد رقم 7. الجي بي اي اللي على الشمال هو ده الامي، وتاني ده برضك حاجه كده ان اوفيشال، يعني مش حاجه رسميه، ممكن تختلف من برضك من جامعه لجامعه، بس اللي على الشمال ده هو ده الافيلبل على النت، التحويلات من نظام ما بين النظام المصري والنظام الامريكي. اللي على اليمين ده احنا عندنا في كورس بيتعمل كريدت اور، هم عاملين ليهم نظام. انا بدي مثال للي على اليمين ده، ان هو ده ممكن الجامعه تحط نظام مختلف خالص، مفيش حاجه بتأيدها ان البيرسون دي لازم تبقى تكون مقابله للجريد ده. فاحنا عندنا في الجامعه هم قرروا ان هم يحطوا ليهم نظام ان النسب النجاح مثلا من 60، احنا النجاح عادي في مصر من 50، هو في النظام بتاع الكريدت اول اللي عملوه في الجامعه دخلوا النجاح من 60، وكان كل بوينت ليها حاجه ليها مختلفه. تمام. ف المهم يعني مش نسيت، بس فهو ده كان مثال، كان اللي على الشمال ده حاجه على النت، وعلى اليمين ده حاجه واقعه في جامعه السويس عندنا نظام خاص، فده اديته مثال. فلو هيلخبطك جري خالص وخليك على الشمال. تمام. شوف حاجه ماشي. ليها طريقه تحويل وليها حاجه على الانترنت، يعني انا في حالتي مثلا كان في جامعه وانت بتقول انت اسم البلد ايه، وبيوريك طريقه الحساب تحول من بلدك دي للطريقه بتاعتهم ازاي. احسن حاجه ان انت تستخدم حاجه ليها ريفرنس على الانترنت، ولما تيجي تكتب الجي بي اي بتاعتك في الريزم حط كده، عارف انت لما تحط فوت نوت تحت كده، ان انت طريق حساب الجي بي اي كانت من عن طريق الموقع، لان انت هتلاقي في طرق مختلفه. الموقع اللي انا كاتباه على او بالظبط، او الموقع اللي هو استخدمني في سلايد تاني، ممكن تعمل دوت، تستخدم اللي موجود هنا تحطه كريفرنس، ان انت يعني جنب كلمه جنب الجي بي اي والرقم اللي انت كاتبه، تعامل ان انت عملت عن طريق تحويل. طيب
بالنسبة للامتحان وتمتحن امتى؟ طيب اول حاجة هو يعتمد على حاجتين. لو انت الاول حاجة بتعرفها الديدلاين بتاع التقديم للابليكيشن المفترض انه في نص ديسمبر، معناه ان انت عايز السكورز توصل قبل، يعني تحاول انها تخليها توصل قبل الميعاد ده مثلا بشوية. انت مش عايز بس السكورز توصل، انت عايز السكورز الكويسة، فانت حط لنفسك ان انت ممكن تضطر تخش الامتحان اكتر من مرة. طبعا ده بيرجع لمستواك سواء في التوفل او في الجيري. فهو لو انت دخلت توفل ما جبتش السكور اصلا اللي هم طالبينه، هتلاقي نفسك مضطر تعيده تاني. تمام؟ فلو انت هتعيده تاني، فلو انت زانق نفسك اوريدي هتيجي تمتحنه تاني، هتلاقي نفسك السكورز مش هتلحق توصل لهم وتتزنق. فهو احسن حاجه ان انت تشوف، يعني مثلا لو انا هاخد معاد مثال يو سي ال اي، معلش هجمب اللي هي طيب كانت تقريبا جرب بس عشان تبقى يعني هديك مثال من ارقام بحيث ان انا اقول لك لو انا كنت هعمل ايه. تقريبا اهو. طيب انت لو بصيت هنا مثلا بيقول لك التويفل، نفترض بقى ان انت هتقدم السنه الجايه هتلاقي كل السنين دي يعني كل سنه دي بتتغير، فانت المهم ما ينفعش حاجه من قبل شهر 6 التاريخ ده. فلو انت تقدر تمتحن يعني بعديه، كل ما تمتحن بدري وتدي نفسك فرصه اكتر، ما دام كده كده هيبان له سكور ما فيهاش مشكله. يعني امتحن بدري ادي نفسك فرصه انك لو عملت وحش تمتحن تاني. نفس الكلام في الجيري، انا يعني نصيحتي ان انت كل ما تمتحن بدري ولو عندك امكانيه انك تعمل تاني، هي مشكلة انك لما تمتحن بدري ان انت مش هتبقى عارف الجامعات اللي انت هتقدم فيها، فهتلاقي نفسك مش بتستغل قوي اللي هو الفري تيست سكورز ان انت تبعتها من جوه الامتحان، فهتضطر ان انت تكلمهم. اعتقد دي حاجه ممكن يكونوا اتكلموا عنها امبارح، ان انت لو في جامعات تانية بقى عايز تبعت لها بتضطر تتكلم اي تي اس وتقول لهم انت امتحنت يوم كذا وهما وعايز تبعت للجامعه الفلانيه وبيحاسبك بقى بالجامعه. هي دي ميزتها وعيبها بس. طيب شكرا يا جماعه على السؤال وعلى الاجابات. احنا بس فاضل لنا 5 دقائق فقط، فهناخد ريم. ريم عفيفي اتفضلي يا ريم. صوتي مسموع؟ اتفضلي يا فندم اسالي على طول. شفت كنت عايزه اسال، هو يعني ايه اكتر الجامعات أنا للأسف ما عنديش خبرة مباشرة في موضوع طب الأسنان، بس أنا أعرف ناس في المجال ده ممكن أحاول أحط إن تاتش معاهم، إنما أنا بصراحة ما عنديش إجابة لأنهي أحسن جامعة. أعتقد ممكن تحاولي تدوري أونلاين وتعرفي لو ليهم رانكينج برضو، بس أنا ما أعرفش مثلا بيبقى فيه فاند ولا ماجستير والكلام ده ولا لأ، بس يعني ممكن أحاول أحط إن كونتاكت مع حد طب أسنان من الناس اللي هنا وهو يحاول يفيد. طيب دكتور احمد ماضي عندك تعقيب في هذا الموضوع؟ بس هو بالنسبه لي عايز اعرف، هو الماجستير عايزه تعمله ماجستير ريسيرش ولا ماجستير يعني حاجه يعني شغل اكلينيكي في مستشفى او عيادات وتشوفي مرضى وحاجات زي كده؟ يعني في مجال الجراحة. هو أنا سمعت إن في مجال الجراحة مش بيبقى فيه منح أو كده، فمش مش عارفة، بس أنا كنت حابة في المجال ده أوي يعني. يعني المشكلة إن في يعني في إنجلترا وألمانيا وأمريكا ما فيش ماجستير إكلينيكي، يعني الماجستير والدكتوراه بتبقى في دراسة بحثية بتبقى في معامل. لو انت عايزه تكملي في السلك الاكلينيكي اللي هو بتطوري من مهاراتك، ما فيش حاجه زي كده بره غير انك بتمتحني امتحانات المعادله وتسافري على البلد اللي انت عايزه تكملي فيها شغل.
فبتعملي نيابه في نفس، بتعملي ريزيدنسي او نيابه في نفس البلد وحاجه زي كده. يعني مثلا في امريكا اللي انا عارفه كويس ان انت لازم قبل ما تبداي النيابه لازم تدرسي سنتين، اخر سنتين في اسنان في امريكا الاول، وبعد كده بتخش بقى النيابه وبتختاري بقى التخصص مع الوقت، يعني زي في مصر بالظبط بعد النيابه بتختاري التخصص، او انا ما اعرفش بتمشي ازاي، فما بعد الامتياز بتختاري التخصص، هو نفس الكلام في بره. ما فيش في يعني في مصر حكايه ماجستير ودكتوراه دي مش موجوده زيها موازي ليها في البلاد ديت. اللي موازي ليها انك انت بترتقي في المراتب الطبيه، لكن ما بيبقاش اسمك ماستر هولدر او بي اتش دي هولدر. في بقى بعد كده في ناس بتاخد، يعني مثلا في امريكا اللي هو الام دي بي اتش دي، اللي هو بيبقى طالب بيدرس طب وفي نفس الوقت شغال في معامل، فبيتخرج واخد دكتوراه اللي هي من شغل المعامل اللي عمله مثلا 3 4 سنين، ومتخرج طبيب، فبيبقى شغال في مستشفى عنده معمل ابحاث، وفي نفس الوقت هو ليه شغله الاكلينيكي اللي بيعمله على المرضى، واخد بالك؟ فهي بالنسبه لك عشان المطلوب، يعني ما فيش للاسف دراسات عليا في التخصصات الاكلينيكيه. لو انت عايزه يبقى هتسافري بلد تعملي فيها نيابه او معادله بشكل او باخر، وبتبداي تخش بقى في السلك الطبي بتاعهم اللي هو تدريب انك انت تبقي طبيبه متمرسه في مجال جراحه الاسنان مثلا. يعني لازم اسافر اعمل معادله بعد ما اخلص الكليه بتاعتي في مصر. انا طبعا انا كلمت على امريكا حكايه السنتين دي، انا طبعا ما اعرفش انجلترا والمانيا هل الموضوع نفس السيستم ولا، لان السيستم مختلف، فممكن يبقى مش محتاجه انك تدرسي سنين تانية، ممكن فقط انك بتمتحني امتحانات معينه بحيث تعدلي شهادتك بشهاده الخريج اللي من انجلترا او الخريج من المانيا. وطبعا في المانيا هتضطري انك تتعلمي لغه، لان انت هتتعاملي مع مرضى، فلازم اللغه بتاعتك على مستوى معين تقدري تتواصلي مع المرضى ومع الدكاتره. يعني الافضل ان انا لو عايزه في المجال ده اسافر في مصر. معلش ما سمعتش. الافضل لو انا حابه في مجال الجراحه بقى اخدها في مصر يعني. لا يعني انت ممكن تطوري من مهاراتك في مصر، لكن لو هسافري بره يبقى غالبا هتبقي يعني بتعملي معادلات، لان مفيش حاجه اسمها ماجستير في الجراحه، يعني مفيش حاجه اسمها. هو السؤال ليك يا ريم مباشرة، انت عايزة تشتغلي كلينيكال مع عيانين ولا انت عايزة تحضري رسالة كريسيرش كبحث؟ لا انا عايزة اشتغل كلينيكال، ولا يعني انا كلينيكال مش عارفة هل الجراحة هتلاقيه دايما في الدولة زي ما قال دكتور احمد في تراك واحد بيبقى فيه معادلة، لان هما بيعترفوا بالشهادات الانترناشونال في الغالب، لكن لازم تمتحن امتحانات معينة وتبقى باسنج فيها، وبعدين بيبقى تقدر تاخد لايسنس ان انت تشتغل كلينيكال، وهكذا تقعد بقى تاخد فيلوشيب في مستشفيات وتعدي براوند وهكذا وترتقي في المجال ده تحديدا، بس مش هتبقى بي اتش دي هولدر ولا هتبقى ماستر هولدر. لو انت هتشتغل يعني مش هتاخد ان هي شهاده ماجستير. لا لو هتشتغلي بقى في مجال الريسيرش فبتقدمي زي اي تخصص، زي هندسه زي اي حاجه، وبتاخدي برضه بتقدمي تعملي ادمشن زي المحاضرات دي ما كانت بتوضح، وبتبقي ماستر، بس مش هتقدري تتعاملي مع عيانين وتشوفي عليهم بشكل مباشر. عشان يبقى الكلام نظري. كلام يعني انا هقول ان هو مجال ريسيرش، مش عايز اقول ان هو نظري، لان في الريسيرش برضه في حاجات عامه. في الاسنان مثلا ممكن تشتغلي في البايو ماتيريالز وممكن تخترعي حاجات، اعتقد دي ممكن توضح. فالاثنين فيهم مجالات عامه، الريسيرش عمره ما بيبقى نظري فقط. يعني مثلا انا دخلت بسرعه على جامعه ميشيغان مثلا، فيها جراديوت ستاديز اللي موجوده في الدنتال هايجين والبريودونتكس واورال اند ماكسيلوفيشيال باثولوجي، فدول الثلاث دراسات اللي ممكن تعمل فيهم الدكتوراه. يعني بس الدكتوراه هتبقى شغاله في معمل، ده شغل عملي، لكن عملي في معمل مش عملي على مرضى، فبتبقى تطوير في النوع ده من دراسه مثلا باثولوجي او حاجات دي. لكن شغل على مرضى الاكلينيكي لازم تمشي في التراك بتاعهم اللي هو المعادله، وتخش بقى في النيابه وتترقي في المناصب يعني. شكرا.
طيب وآخر إجابة بس بالنسبة لي، وممكن كده نقفل جزء الأسئلة. السؤال اللي بس اللي أنا الآن منه بيقول لي طب كده أحسن أقعد في مصر عشان أمارس كلينيكال؟ الإجابة لأ طبعا. لو عندك فرصة إن أنت تأبلاي وتمارسي الحاجات الكلينيكال بره وتمتحني المعادلات، هتبقى دي فرصة كويسة جدا. ده المشكلة مش عارفة في النهاية هيدوني شهادة إن أنا أخدت ماجستير أو دكتوراه أو كده، ولا هيبقى بس إن أنا سقيت من يعني نص الموضوع مش وانتهى يعني. ماجستير ودكتوراه يا ريم، الموضوع بيبقى اسمه بورد سيرتيفايد. انت يمكن محتاجة تقري شوية عن الموضوع أكتر أو تسألي فيه دكاترة كتير. أنا معرفش أنت طب أسنان جامعة إيه؟ في جامعة مصر. جامعة مصر. طب يعني أنت لو رحت في القصر العيني هتلاقي دكاترة كتير اللي هم الدكاترة السينيور زي الدكتور خالد ذكري مثلا، انا ما اذكرش اسماء كتير، ممكن تساليهم هم على درايه كامله بمعنى البورد سيرتيفايد والحاجات دي كلها، واحيانا في ناس بتعادلها بشهادات كبرى لما تكون معايا في مصر. طيب اعتقد كده انهينا جزء الاسئله يا جماعه. خليني انزل بوست دلوقتي على صفحه الايفنت عشان اللي عنده اي اسئله ما تمتش اجابتها او افتكر سؤال بعد المحاضره ممكن. وبالنيابة عنكم بشكر كل المحاضرين اللي شاركوا في المحاضرة، وتابعونا على صفحة الإيفنت، وشكرا على حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.